السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة تتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. حلقة يغيب عنا اليوم فيها المهندس عدلي القيعي الزميل والصديق العزيز الكبير لظروف صحية طارئة، يمكن النهاردة أجريت ليها عملية بسيطة في العين، الحمد لله بحالة جيدة وبإذن الله يرجع لنا الحلقة الجاية إن شاء الله. هي حلقة فيها الكثير من الموضوعات والتفاصيل المهمة، حلقة جاية في توقيت كمان شديد الأهمية للنادي الأهلي، عشية لقاء مهم جدا للأهلي في غينيا مع هورية الغيني في كوناكري في مباراة الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، البطولة اللي حضراتكم كلكم عارفين قد إيه النادي الأهلي بيتطلع للفوز بيها واستعادة هذا اللقب والمشاركة من جديد في بطولة العالم اللي هتكون في الإمارات هذا العام إن شاء الله. مباراة مهمة، مباراة في مواجهة فريق يبدو لدى البعض أنه أقل من أقرانه في هذا الدور، لكن الحقيقة نتائجه وطموحاته وحتى الغموض اللي بيكتنفه بيؤشر إلى أنه فريق صعب. فريق كارتيرون المدير الفني الفرنسي للأهلي مهتم جدا بيه، حذر لعيبته كتير جدا من مغبة الاستهتار أو محاولة التقليل من شأن هذا الفريق قياسا على أي ألقاب سابقة، بوصفه لم يحصل على أي لقب من قبل، لكنه في الأول وفي الآخر هي مباراة في دور الثمانية وبخروج المهزوم، ودي مواجهات في حد ذاتها صعبة أيا كان المنافس أيا كان مستواه، لكن مدام مباراة بخروج المهزوم ذهابا وإيابا تستحق كل التركيز وكل الاهتمام. أيضا في توقيت مهم جدا هذه الحلقة، لأنه مجلس إدارة النادي الأهلي خلال هذه الساعات بيسعى للتصويت على لائحة النظام الأساسي، هذا المشروع التشريعي المهم جدا اللي الأهلي بيضرب به المثل في الممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل النادي من خلال كل أفرع الأهلي، وأيضا من خلال هذا الحوار المجتمعي الثري جدا اللي مجلس الإدارة اهتم فيه لطرح الموضوع على كل فئات النادي. مفيش فئة من فئات النادي ما اتعملت لهاش ورشة عمل، المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأطباء والصحفيين والمهندسين ورجال الأعمال والاقتصاديين، كل هذه الفئات تمثلت في ورش عمل عديدة جدا، بل أنه مجلس إدارة النادي كمان فتح حوارا مهما جدا وفعالا مع كل أعضاء النادي في الفروع الثلاثة عشان يتلقى كل هذه المقترحات. وأيضا اللجنة المركزية للائحة اهتمت أنها من خلال البريد الإلكتروني اللي خصص ليها دعوة الأعضاء كلهم للمشاركة بمقترحاتهم بتعديلاتهم برؤيتهم حوالين مواد هذه اللائحة. وكان المهم الحقيقة أنه مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كانت عنده هذه الرغبة للاستجابة، أنا مش بس عامل مشروع لائحة نظام ومتمسك باللي فيه، لا، إذا كان اللي فيه جزئية تخص رئيس النادي كان واضح جدا وشيء يقدر انه رئيس النادي في هذا المشروع بيتنازل عن الكثير من سلطاته لصالح الجمعيه العموميه. مجلس الاداره بيرجع خطوتين في الكثير من النقاط ويعظم ويقدم دور الجمعيه العموميه. فكانت النيه واضحه جدا انه المجلس على هذه الدرجه من الاستعداد للتعديل والتغيير، حتى انه في مواد كانت موجوده بالكامل اتشالت، سواء لانه حصل عليها اتفاق من خلال الحوار المجتمعي او انه اللجنه الاولمبيه تحفظت على بعض من هذه المواد، سواء ما يتصادم منها مع الدستور او يتصادم مع القانون قانون الهيئات الرياضيه رقم 71 لسنه 2016 او مع الميثاق الاولمبي. وفتح الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره هذا الحوار المهم جدا مع اعضاء النادي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، واستقبلوا كل المقترحات والآراء، وفي الآخر تم التوصل بعد كل هذه النقاشات وكل هذا الحوار المجتمعي واسع النطاق إلى مشروع دستور مهم جدا للنادي الأهلي بيتم صياغته في الأوقات الحالية، وهيتم اعتماده من مجلس الإدارة عشان الخطوة اللي جاية خطوة التحدي الكبير، خطوة التحدي الكبير عند كل الأهلوية عند كل أعضاء النادي، ان هم يكونوا مؤمنين ومهتمين جدا بالحضور يوم 28/9 هذا الشهر علشان يقولوا رايهم في هذه اللائحه. الاهلي محتاج في هذه الجمعيه 12,500، وده رقم مش قليل،
بس كمان ثقة الجميع في الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي ثقة بلا حدود. في كل التجارب اللي النادي الأهلي لجأ فيها لجمعيته عمرها ما خيبت ظنه، وعمرها ما تراجعت أبدا أو حماسها ناحية النادي واتجاه مجلس الإدارة واتجاه مستقبل النادي اهتز أبدا. ففي خلال الفترة الجاية إن شاء الله الدور اللي جاي إن هيتم تعليق كل بنود اللائحة بما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي بما اعتمده مجلس الإدارة. النص اللي هيعرض على الجمعية العمومية يوم 28/9 للاستفتاء عليه هو النص اللي خلال الأيام اللي جاية هيكون متعلق في لوحات الإعلان في كل مقرات النادي، ومؤكد أنه هيعلن من خلال وسائل الإعلام الرسمية للنادي علشان العضو يشوف النص الكامل للائحة ويروح يوم 28 يصوت عليها إن شاء الله. لائحة الأهلي ما بتهمش أعضاء النادي بس، بتهم الجمهور أيضا، حتى وإن كان الجمهور ملوش فيما هو داخل الأسوار، لكنه مين قال إن النادي الأهلي مكانته وقيمته داخل أسوار مقراته؟ النادي الأهلي مكانته وأهميته داخل قلوب عشاقه في كل مكان. النادي الأهلي مكانه الحقيقي وعنوانه الرسمي وجدان الملايين من الأهلوية المهتمين بأي لائحة تخص النادي، بأي شيء يحقق الاستقرار للنادي، لأنه أي تشريع قوي أول نتيجة مباشرة ليه الاستقرار. فالاستقرار هو اللي هيحقق النتائج، هو اللي هيجيب بطولات، هو اللي هيسعد الجماهير. الاستقرار هو اللي هينمي الموارد، هو اللي هيجيب أموال، هو اللي هيحقق بطولات، هو اللي هيجيب نجوم، هو اللي هيجيب لعيبة، هو اللي هيكافئ فرق، هو اللي هيجيب أفضل المدربين، هو اللي هيسعد الجماهير. إذن أنتوا بتتكلموا على لائحة تبدو في الظاهر إن هي لائحة تخص الأعضاء، لكن في الحقيقة هي تخص كل واحد أهلاوي في أي مكان. لما يحكمك دستور قوي، لما يكون عندك لائحة منضبطة ومتسقة وظاهرة للجميع، دي اللي أنت بتبني عليها ودي اللي أنت بتتحرك من خلالها. فده أمر يهم كل الأهلوية، ومطلوب الفترة اللي جاية مزيد من الاهتمام إنه النادي الأهلي يضرب المثل ويحقق رقم قياسي جديد في نسبة الحضور للتصويت على مشروع دستور النادي الأهلي إن شاء الله. الفترة الحالية زي ما قلت لحضراتكم عند اعتماد اللائحة من مجلس الإدارة سيتم الإعلان عن البنود النهائية والمواد اللي تم الاتفاق عليها بشكل رسمي واللي تضمنتها مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. ما أقدرش أبدا في هذا التوقيت وفي هذه الظروف أغفل ذكرى ميلاد المايسترو. والحقيقة رحمة الله على الكابتن صالح، الناس اعتادت حتى وهو عايش، بالمناسبة قليلين قوي اللي كانوا بيحتفلوا مع الكابتن صالح أو حتى بيحسوا باهتمام الكابتن صالح بعيد ميلاده 11 سبتمبر 1930. 11 سبتمبر 2001 الدنيا اتقلبت. آخر احتفال للكابتن صالح سليم عليه رحمة الله بعيد ميلاده حصل اللي حصل في نيويورك وتحطيم برج التجارة العالمي. بعدها بسنة على طول في 2002 توفى الكابتن صالح عليه رحمة الله في 6 مايو 2002. ف 11 سبتمبر إذا كان العالم كله بينتبه ليه مع أحداث البرج العالمي في نيويورك، عشاق الكابتن صالح وأصدقائه كان قليلين اللي بيفتكروا دايما وأبدا 11 سبتمبر، لأنه الراجل ما كانش برضو حابب أو ما كانش في طبيعته الاحتفالات والتوقف كتير عند ذكرى عيد ميلاده. لكن الملفت جدا وده اللي يمكن قلت عليه ان ده المايسترو وقيمة الميلاد بعد الوفاة. كابتن صالح توفى عليه رحمة الله من 16 سنة 6 مايو 2002. فانتوا متخيلين انه 16 سنة، يعني الشباب اللي في العشرينات وربما في الثلاثينات في حياة الكابتن صالح وهو بيدير النادي الأهلي وهو بياخد المواقف وهو بيخوض المعارك وهو بينحاز لكل حاجة تخدم هيبة النادي الأهلي وقيمته اللي هي كانت الشغل الشاغل ليه، دول كانوا أطفال. الشباب المحتفي بالكابتن صالح اللي دلوقتي هتلاقوا كتير جدا منهم في بنات صغيرين عاملين على الفيسبوك بنات صالح سليم، في شباب عاملين كلنا صالح سليم، في صفحات كتيرة جدا بتحمل اسم صالح سليم، ربما فيها عشرات الالاف او يمكن ملايين من الاهلوية اللي ما عاصروش الكابتن صالح وما شافوهوش حتى وهو بيرأس النادي الاهلي او بيدير النادي الاهلي. لكن رجلا بقيمة النادي الاهلي
وبقامة النادي الأهلي وبشموخ النادي الأهلي على النحو حتى اللي التمثال بتاعه جسمه وصوره في مقر النادي في الجزيرة، واللي مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسن حمدي كان حريص جدا على إنجاز هذا التمثال في وقته تخليدا لقيمة الكابتن صالح سليم وتقديرا لعطائه للنادي الأهلي. أنتم متخيلين أنه حد الناس تدور على أي مناسبة عشان تفتكر بيها الكابتن صالح سليم؟ كل الأهلوية بقوا بيحتفلوا سنويا في 11 سبتمبر بعيد ميلاد الكابتن صالح سليم، اللي هو الراجل في حياته ما احتفلش بيه كتير او ما نظمش اي شكل من اشكال الاحتفالات بذكرى ميلاده. لكن الاهلاويه دلوقتي حتى الشباب الصغير لا يتذكر فقط 6 مايو ذكرى وفاه الكابتن صالح اللي مر عليها 16 سنه، لكن يتذكر ايضا عيد ميلاد الكابتن صالح سليم اللي كان سنه 1930. فبنتكلم على قيمة تولد بعد الوفاة وذكرى الناس تدور عليها علشان تتذكر قيمة هذا الرجل، عطاءه، قيمته، إخلاصه، صدقه، لأنه معاني الكابتن صالح سليم كتيرة جدا جدا. المسألة تحتاج إلى حلقات وحلقات عشان الناس تحاول تفسر هو ليه النموذج ده مختلف، ليه النموذج ده بهذا القدر من التوهج والنموذج نابض حتى بعد وفاته بعد 16 سنة من رحيله. ولما توفى الكابتن طارق سليم شقيقه عليه رحمة الله قبل سنوات، أيضا الناس حست أنها فقدت قيم كبيرة جدا في النادي الأهلي، قيمة بحجم الكابتن صالح، قيمة بحجم الكابتن طارق. لكن أعتقد هذه السيرة العطرة بكل ما فيها من عطاء، بكل ما فيها من إخلاص للنادي، تفاني لصالح النادي، صدق في التعامل مع النادي، كلها موروثات قيمية كبيرة جدا تركوها في وجدان كل الأهلوية بل في كل وجدان الرياضيين. كابتن صالح لما تسمع عن أصدقائه من نادي الزمالك من عصروه من الأندية الأخرى هتعرف أنه الحضن الدافي قوي اللي كابتن طارق عليه رحمة الله بيحضن بيه كابتن صالح، وكأنه كان بيقول له وحشتني. فالاتنين فعلا وحشونا، والاتنين جدا ليهم كل الترحم، ألف رحمة ونور على أرواحهم الطاهرة وعلى كل من يعطي للنادي الأهلي وللقيم وللرياضة وللإنسانية بكل هذا الإخلاص وبكل هذا العطاء وبكل هذا الصدق. صالح سليم ذكرى لا تموت، صالح سليم دائما وأبدا ميلاد بعد الوفاة. هتمر سنوات وسنوات وكل شوية هتلاقوا أجيال جديدة بتزداد اهتماما بذكرى ميلاد صالح سليم في 11 سبتمبر، زي ما هتهتم أيضا بإحياء ذكراه في 6 مايو. ودي قيمة المخلصين اللي بيدوا للأهلي بكل هذا الصدق. ألف رحمة ونور على روح المايسترو، ونسأل الله الجميع أن يقتدي به في صدقه وفي عطائه وفي إخلاصه في دايما وأبدا تقديمه مصلحة الأهلي فوق الجميع. دي مسائل ما كانتش أبدا مجرد كلمات، لكنه صالح سليم لم يعرض عليه أمر قط إلا واختار ما هو في مصلحة الأهلي. فعلا كان دايما وأبدا مصلحة النادي عنده فوق كل الاعتبار. كل من عصروه، كل من صدقوه يعرفوا عنه أنه أبرز ميزة في هذه القيمة الصدق والإخلاص في العطاء للنادي الأهلي. كان محب لوطنه، كان غيور على القيم الإنسانية كلها، كان على درجة عالية جدا من الوضوح، من الصراحة، من الصدق. ألف رحمة ونور على المايسترو. إذا كنا بنتكلم على هذا الصخب الشديد جدا الحقيقة اللي على السوشيال ميديا في إحياء ذكرى ميلاد صالح سليم وفي أيضا الاحتفاء بنماذج الأهلي الكبيرة جدا، والمواقع التواصل الاجتماعي كلها ليست جميعها ركس من عمل الشيطان، لا، فيها كتير من التجارب الجادة وفيها كتير جدا مما هو أقل من هذا، وفي كتير جدا منها مصادر فتنة ومصادر قلق ومصادر مشاكل كتيرة جدا خاصة في ظل هذه الأفاق المفتوحة. مهندس عادل القيع النهاردة كنت بطمن على صحته بعد العملية اللي قلت لكم، عملية بسيطة الحمد لله في عينه، شفاء الله وعافاه منها، وإن شاء الله يرجع لنا بألف صحة وعافية الحلقة الجاية. لقيته منزعج جدا لأنه حد من الأصدقاء بعت له ما يفيد أنه له حساب على تويتر باسم عادل القيعي وبصورة المهندس عادل القيعي، وله تعليقات يتضح منها هذا الحرص الشديد على إثارة هذه الفتنة بشكل واضح وصريح.
المهندس عدلي القيعي عنصر مستهدف، عنصر مستهدف من أطراف عدة، من كل من لا يحبون النادي الأهلي، سواء من تأثروا بنتائج الانتخابات الماضية في النادي أو سواء مشجع الأندية الأخرى المنافسة. فبقت المسألة في استهداف حقيقي للمهندس عدلي القيعي ومحاولة الإيقاع بينه وبين كل الأطراف المختلفة. على تويتر المستشار تركي الشيخ رئيس الرياضة أو رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية له تويتر بعد أو له تويتة بعد مباراة بيراميدز الأخيرة إنه بيطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ الدوري المصري وبيشكو من الظلم التحكيمي، والراجل قالها في مداخلة في قناة بيراميدز. المسألة واضحة جدا، لكن ما هو غريب جدا الراجل بيقول هذا الرأي، نلاقي حد عامل أكاونت مضروب باسم عدلي القيعي وبصورة عدلي القيعي زي ما انتوا شايفينها ويكتب تعليق يا راجل ده مرتضى منصور بجلالة قدره ما طلبش الطلب ده، ده انت عديت كل الحدود، وصورة المهندس عدلي واسم عدلي القيعي علشان تكون الفتنة ظاهرة واضحة جدا. انزعج البعض، بعتها لي سألت المهندس عدلي انت عندك حساب على تويتر؟ قال لي لا. انت كتبت؟ قال لي يا عم انا في ايه ولا في ايه؟ اذا كان انا عيني مقفوله وانا اصلا من امبارح وانا داخل في تجهيزات للعمليه والنهارده الحمد لله اجريت بسلام، فلما تلاقوا في هذا التوقيت محاوله الايقاع ومحاوله الفتنه بهذا الشكل لازم نقول للمهندس عدلي الاول الف سلام عليك يا باشمهندس. الله يسلمك يا ابراهيم ووحشنا عايشتنا يعني كتير والف سلامه على عينيك. انا اللي بفتقدك. لا انا مفتقدك. الف الف سلامه. طمني الاول بس ايه الموضوع؟ والله ابراهيم انا امبارح الصبح رحت للدكتور قال لي كنت بشتكي عيني وجعاني كده، قال لي ده ضغط العين عالي وده مش كويس ولازم نشوف اسبابه، قام قال لي شوف في سبب ممكن يكون هو وممكن يكون حاجه ثانيه نبتدي بيه. لا عندي ميه بيضة على عيني، فقال لي بكره الصبح تجيلي نشوف. طب وانت ازاي سمحت للميه البيضة ده يا باشمهندس؟ ايه؟ ازاي سمحت ان الميه تبقى بيضة؟ عشان بعرف اعوم انت عارف. لا الف سلامة. اتفضل. الله يخليك، الله يخليك، يعني هي هتاخد لها كام يوم كده وربنا سهل، يا رب نلحق يوم الاثنين لما فيش أي مشاكل. ويطلع الضغط منها، يعني هو الضغط بتاع العين ده الوحش. لكن انا سمعتك دلوقتي انا قاعد بتفرج. الحقيقه انا مندهش ايه كميه الشر اللي عند الناس دي. يعني مش كفايه انك انت تشتم وتهاجم، لا تصدر غيرك في مشاكل. ومش في اخلاقيات ولا في سياسي ان انا اتراشق وازود من الفجوات، بالعكس ده مش دوري ابدا. صحيح. انا ما عنديش يا ابراهيم تويتر خالص. مالكش اي حساب على تويتر؟ مش موجود؟ لا 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 ما عنديش حساب. انا ما اعرفش، انا خايف الحاجات دي، يعني ما بعوش حاجه بسال الناس، لكن انا ما اعرفش ان انا اخش. وبعدين انا من امبارح وانا في هذه القصه. يعني امتى انا لا اتفرجت على ماتشات ولا عرفت نتائج غير الصبح، واخد بالك؟ وانا داخل على يعني بعد يعني امتى عملت الكلام ده؟ فما يعني كلام سخيف وكفايه شر بقى وتويع بين الناس. وقلت لك قبل كده الذين يقتطون على موائد الخلاف. ايوه يقتطون على موائد الخلاف فعلا فعلا طبعا. المصلحه ان الدنيا تبقى لضمه في بعضها. وهم اللي بيستفيدوا وبياخدوا المغانم كلها. فلا انا ما عنديش حساب على تويتر وتذكير يعني. كان لازم دي تتضح بشكل، لانه من فعلها في المنطقه دي يا باشمهندس يمكن ان يفعلها مع اخرين، كل شويه هيلاقي عايز يخبط المهندس عدلي ويفتنه مع اطراف. هتلاقي ده كويس قوي انه حد من جمهور الاهلي انتبه ليها واستغرب ان ده يكون موجود فبعته لي. لما سالت حضرتك قلت لي انا لا انا ليا حساب ولا انا متواصل ولا عارف حاجه. يعني بص انا سالت حد بيفهم في الكلام ده. قال لي مجرد ما واحد بيصور معاك صوره يروح يقدر يعمل لك حساب ويبقى الحساب ده بتاعك ويكتب باسمك. هذه جريمه في اي حته في العالم. لو ثبتت بيتصاحبها وبيتسجن 3 سنين.
انا ما اعرفش هذا القانون مطبق هنا ولا لا، لان لو اكتشفت انه مطبق هنا انا هعمل كده. طب ده لو ده حساب موجود، ده حساب موجود باسمك وصورتك، هل عندك نيه ان انت تتحرك فيه قانوني؟ ما انا بقول لك لو ثبت انه القضاء يعني بيلاحق هذا الجرم، يعني هو جرم مش سهل. هو حتى لو حتى يعني صحيح، سيبك من احنا في رياضه، صحيح، ان ده ممكن يخرب بيوت ويوقع عائلات في بعض ويبتدي طار يعني جرم خطير، مش صحيح شويه صحيح يعني صحيح. فهشوف والله مع المعنيين اذا كان هذا الامر يعني نقدر نتواصل في نتيجه وكل واحد يعني يتلقى حسابه، مش هتوانى على اني اعمل كده. يعني هترفع ده لجهات مختصه؟ طبعا هتحرى. ما هو هل احنا مجرمين هذا العمل؟ هل طب هو مين؟ هل نعرف نجيبه؟ واعتقد ان نعرف نجيبه يعني بابسط شيء يعني. صحيح. اذا كانت محتاجه اذن نيابه انا هروح نيابه، يعني هي المساله يعني كفايه عبث في علاقات الناس وحتى الصوره الذهنيه بتاعتهم. صحيح. يعني انا بسيبك من دي. آه. ده ممكن واحد يحط لك انت خبر يقفلوا بيوت. صحيح. يعني مش صحيح. هذا ما ينفعش يعني. ليس لي حساب يا استاذ ابراهيم ولم اكتب شيئا. كده تكون وضحت الحقيقه، والف الف سلامه يا باشمهندس وسلامه عينيك. لم اكتب شيئا ولم اصرح بشيئا حتى قدام حد. صحيح. الف سلامه عليك وترجع لنا وانت عينك حمراء كمان ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا جزيلا للمهندس عادل القياي، واعتقد اطمنتوا على حاجتين، على صحته الحمد لله الجيده بعد عمليه بسيطه في العين، ان شاء الله تعالى في حلقه الاثنين يكون موجود معانا، وعلى هذا الموقف الغريب انه حد يعمل لحد اكونت او حساب على تويتر باسمه وبصورته ويتولى الاشتباك مع كل الاطراف باسمه. فاذا كان فعلا الامر هنا يمكن ضبط الحته الرياضيه منه، فما ادرانا انه يتحرك في اي اتجاهات اخلاقيه اخرى مسيئه للشخص، مسيئه لرمز كبير، مسيئه حتى العلاقات بين الناس. فنتمنى ان شاء الله، انا عارف جديه المهندس عدلي في ملاحقه هذا الامر قانونا ومع الجهات المختصه، يتم ضبط هذا العابث اللي بيسعى لهذه الفتنه الحقيقيه. طيب ده الوضع الاعلامي على السوشيال ميديا بموبقاته اللي ظهر لحضراتكم، لكنه كمان في نفسه ليس بريا كل البراء، لانه ما هي الحال من بعضه. يعني الصحافه الورقيه معذوره، الصحافه الورقيه بتعيش حول العالم ازمه حقيقيه، ازمه وجود واستمرار، لكن حتى هنا في مصر التسارع في الهبوط غريب جدا، والحرص على مزيد من الخصم من الرصيد الصحفي الورقي ايضا كتير جدا، الضرب في مصداقيه الصحف كتير قوي، تعريض الصحف لهزات في قيمه الراي وقيمه التوجه وقيمه الكلمه وقيمه العلاقه وقيمه المضمون كمان غريب. المصري اليوم صحيفه من الصحف الخاصه الجاده، وانا كواحد من ابناء المهنه شايف ان دي من اهم التجارب الصحفيه الخاصه اللي ظهرت في تاريخ الصحافة المصرية في السنوات الأخيرة، في على الأقل نصف القرن الأخير من تاريخ الصحافة المصرية، تجربة المصري اليوم واحدة من أهم التجارب الخاصة، ما أقدرش أقول المستقلة بس على الأقل التجارب الخاصة، فيها توجه مهني واضح جدا، عندها ستايل بوك مميز جدا، عندها قدرات أوجدت لنفسها سريعا مكانة حقيقية في الشارع الصحفي، لكن مفيش حاجة مكتملة، وكل حاجة بتتعرض لهزات، وتبقى المصداقية هي القوة الفاعلة لأي صحيفة. امبارح أو النهاردة هحط لكم مقالين فيما يخص النادي الأهلي، يعني لأنه احنا معنيين في مالك وكتابة، أنه ده برنامج يتناول بالتحليل كل المضمون الإعلامي والصحفي فيما يكتب عن النادي الأهلي في مختلف وسائل الإعلام، وخصوصا الصحف الورقية اللي ليها دايما وابدا عندنا القيمة والتقدير. اما الاقي يومين ورا بعض او فاصل بينهم يوم عشان نكون اكثر دقة، يعني خلال 48 ساعة الاقي في نفس الصحيفة مقالتين، هفهم ان دي مقالة رأي تعبر عن وجهة نظر صاحبها على عيني وراسي واتفهم ده، لكنه
لما الاقي المقالتين في اتجاه على الاقل من الناحيه المعلوماتيه يبدو غير دقيق بالمره، لازم نقف، ولازم نقف علشان اقول لحضراتكم ايه اللي فيهم وبعد كده نعلق. الاقي الزميل اسامه خليل في مصر اليوم النهارده مقاله: الاهلي التائه بين القلق المشروع والنتائج المرضيه وجهابزه لجنه الكره. والاقي ضمن الكلام انتقاد شديد جدا لكارتيرون الفرنسي المدير الفني، ويتقال اول حاجه لانه قولا صريحا: بل نستطيع القول ان الاهلي لم يدعم فريقه هذا الموسم باستثناء اللاعب الصاعد الواعد صلاح محسن المهدى من رئيس النادي الشرف السابق. الاهلي لم يدعم صفوفه الا بصلاح محسن. طيب، هي بقيه الصفقات حد يقدر يقول ان كل الناس اللي جت لازم تلعب حاليا، لازم تلعب على وجه السرعه؟ هل ده بيحصل في اي فريق؟ بلاش دي. الاهلي جاب عناصر شابه واعده جدا بيدعم للمستقبل، قدر يضم عناصر يجهزها من خلال فريق الشباب، شغالين مع كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب عشان يقدر يأهلهم لشخصيه النادي الاهلي ويدعموا الفريق الاول سريعا في تفكير استراتيجي واضح جدا ويحسب للجنه الكوره والمجلس الاداره. هذه العناصر في فرقه علاء ميهوب علاء عادل عبد الرحمن كسبوا الاسماعيلي في بدايه دوري الشباب 5-1. ففريق عنده هذه القدرات بهذه العناصر اللي الاهلي دعم صفوفه بيها للمستقبل القريب، لكنه لازم يتجهزوا بشخصيه الاهلي الفنيه في فريق الشباب. بلاش ديت. هو الراجل سليف كوليبالي الطويل قوي ده محدش شايفه؟ اللاعب قلب الدفاع الحالي اللي اعاد هذا التوازن لقلب دفاع النادي الاهلي، والمدافع الهداف اللي جايب 3 أهداف اعتقد لغايه دلوقت، ده مش صفقه؟ ما حققهوش الاهلي السنه دي ولا وقع من السماء؟ بقيه العناصر اللي هتاخد فرصها زي شريف وعلاء وبقيه العناصر اللي الاهلي دعم صفوفه بيها، او حتى العناصر اللي كانت معاره ورجعت لصفوف الاهلي عشان تستكمل قوته، هي دي مش كلها تدعيمات؟ عشان يقول الزميل اسامه خليل ان الاهلي لم يضم فقط الا صلاح محسن، على اساس يعني كوليبالي ده اللي ضمه اهلي تاني مش اهلي طرابلس مش الاهلي المصري؟ دي مش صفقه خالص، ده لاعب، ده لاعب حتى يسد عين الشمس يا راجل. لكن ما علينا، مش ده الموضوع. يعنينا هنا التحامل الواضح جدا على باتريس كارتيرون، راجل مدير فني، وعلشان الهدف يتضح والتحامل يكون ظاهر ارجع من النهارده 48 ساعه لورا، الاقي اول امبارح يوم الثلاث مقاله في ذات الصحيفه، لكن هذه المره من الزميل محمد صيام. ومحمد صيام او الاستاذ محمد صيام شان الاستاذ اسامه خليل، الاثنين من الزملاء كان ليهم موقف في انتخابات الاهلي، كانوا مناصرين بل في مقدمه الصفوف المسانده والمؤيده للمهندس محمود طاهر، وبالتالي ما يخص مجلس إدارة النادي الأهلي حاليا هو أمر مفهوم جدا الموقف منه عامل إزاي. فيكون مقال محمد صيام يوم الثلاث بنفس المعنى: كارتيرون دليل فشل إدارة الأهلي، يعني هنا تايه وفاشل، وهنا أيضا دليل فشل واستمراره يفقد النادي هيبته وألقابه. بالله عليكم، يعني بتعريفة موضوعية أرجوكم، بتعريفة موضوعية بس، لأنه إحنا هنا معنيين بمناقشة الأمر بالمنطق. كارتيرون المدير الفني التايه الفاشل اللي دليل فشل اللي هيضيع الدنيا وهيودي الأهلي في داهية، تولى الأهلي في أفريقيا والأهلي عنده نقطة، نقطة واحدة من مباراتين، يعني من 6 نقاط جمع نقطة واحدة. الراجل فعل مع الاهلي في بطولة افريقيا ما لم يفعله اي مدرب في التاريخ مع الاهلي في المحفل الافريقي. بقول لكم في التاريخ، طوال تاريخ مشاركات الاهلي الافريقية حتى في عصر التوهج الرائع لمانويل جوزيه، ما حصلش
انه الاهلي كسب 4 مباريات في دور المجموعات على التوالي. 4 مباريات على التوالي ب 12 نقطه جابهم كارتيرون. ما حصلش للنادي الاهلي، ومن ثم تقدر تقول وانت مطمئن ما حصلش لاي فريق افريقي اخر طوال مسابقات القاره انه في دور المجموعات فريق يكسب 4 مباريات على التوالي. يعني جاب 12 نقطه وكان واخد الفريق عنده نقطه، ب 13 نقطه صعد الاهلي للدور الثمانيه كافضل فريق في البطوله. ما حصلش انه في فريق وصل للنقطه 13 الا كارتيرون مع الاهلي. كارتيرون مع الاهلي اول افريقيا بانجاز لم يتحقق لا مع الاهلي ولا مع اي مدرب اخر لاي فريق في افريقيا طوال مسابقات القاره. ده فاشل وتايه. في الدوري المصري متصدر رغم كل الصعوبات الفنيه اللي بيواجهها، في عناصر كتيره مشيت، بس مين قال انه في فريق بيتبني بينه يوم وليله؟ مين قال ان فريق يفقد جونيور اجاي احد اهم لاعبيه ورحل عبد الله السعيد صنع العابه ويصاب وليد سليمان في الفتره اللي فاتت ويغيب لبعض المباريات حسام عاشور رايح جاي، ثم الفريق يحقق الانتصارات في كل مبارياته الافريقيه ويتصدر، يتصدر مسابقه الدوري. لو كان لعب المباراه المؤجله كان دلوقتي هو راس الجدول، هو اقل من بيراميدز بمباراه، لو كسبها ان شاء الله بعد العوده يتصدر الدوري. فريق يلعب في افريقيا 4 مباريات وفي الدوري 5 مباريات، 9 مباريات ما يخسرش ولا مباراه. ما يخسرش ولا مباراه. هذا التايه الفاشل دليل فشل النادي الاهلي. بس التوقيت ايه؟ توقيت التحامل والضرب في كارتيرون بهذا الشكل العمدي الواضح جاي بعد هذا التأهل وليلة المباراة. ليلة مباراة مهمة للأهلي في أفريقيا، هي دي المسؤولية الوطنية، وجاي بعد أو في أعقاب حوار مهم جدا لكارتيرون في قناة الأهلي، كلامه عن النادي، احترامه للنادي الأهلي، تأكيده على أنه قد كده تحمل الكثير جدا عشان يجي يمرن النادي الأهلي، ضحى بحاجات كتيرة جدا وفسخ عقده وتحمل شرط جزائي عشان يجي مرة النادي الأهلي لأنه عارف قيمة النادي الأهلي. هذا التايه الفاشل جاي وعنده هذه الرغبة في أنه يعمل حاجة، وحتى الآن من حيث النتائج ماشي كويس. حد هيكلمني الفريق ما بيلعبش كرة حلوة، ما بيلعبش كرة حلوة، بس مين قال الكرة الحلوة ديت في ضغط المباريات وفي ظل الإصابات وفي توالي الارتباطات، يطلع من البطولة العربية يدخل على أفريقية يرجع منها على الدوري ثم يرجع على أفريقيا ويرجع يكمل الدوري، وكل معترك من هذه البطولات المتداخلة والمرتبكة والمشتبكة، كل مباراة وكل بطولة ليها حسابات فنية وليها تفكير مختلف وليها عناصر مختلف وليها مدارس في المنافسين مختلفة. مين عنده وقت علشان يقدر يفرض شخصية فنية أو يفرض فكره على عناصر محددة في الفترة ديت؟ ومع هذا الرجل النتائج واضحة جدا، تحمل الصعاب واضح جدا، تحقيق الأهداف واضح جدا، حبه للنادي الأهلي، احترامه للنادي الأهلي، تقديره للمناخ الاحترافي في النادي الأهلي. وده ربما اللي يكون أزعج هؤلاء، أنه الرجل يتحدث بكل هذا الحب وهذا التقدير وهذا الاحترام عن مجلس الإدارة وعن المناخ اللي وصفه أنه عايش تجربة احترافية رائعة جدا مع الكابتن محمود الخطيب، واضح أن ده أزعج البعض فيكون الضرب فيه بهذا الشكل. أتفهم أنه مقالات الرأي تعبر عن أصحابها، لكن هذا التوجه بالشكل المكثف أمر لا يليق بصحيفة معاييرها المهنية واضحة وانحيازاتها الصحفية واضحة، يقودها حاليا في كرئيس تحرير او قائم باعمال رئيس تحرير الاستاذ عبد اللطيف المناوي، كاتب صحفي مهم جدا، حتى في اثناء ثوره 25 يناير تحمل الكثير من اجل هذا الوطن، فحد عنده هذه اليقظه وهذه المسؤوليه الوطنيه. اليوم الجمعه واحنا عاملين ورشه الصحفيين والاعلاميين
لمناقشة اللائحة. حضرت الزميلة العزيزة ياسمين عبد العزيز المشرف العام على الرياضة في مصر اليوم، والحقيقة ليها كل الاحترام والتقدير، لأن هي جت كان المهندس عادلي تواصلت معاه فاتكلمت على رغبتها في إزالة وإزابة أي جليد في العلاقة بين الأهلي والمصري اليوم. ده جانب من الورشة. فلما المهندس عادلي قعدنا معاها بعد المناقشات احترمنا رغبتها الواضحة جدا في أنه لابد من استعادة العلاقة المحترمة المنضبطة مع النادي الأهلي ومع كل الكيانات الرياضية، والتقدير للنادي الأهلي لقيمته ولشعبيته ولجماهيريته. وفي الأول وفي الآخر الأهلي لا ينشد شيء من الجميع إلا الاحترام والتقدير. الأهلي لا يمكن يكون أبدا قيد على حرية التعبير. هتقولي مرة الأهلي منع صحفيين من دخول النادي بغطرسة أو بدون أي سابق مشاكل؟ في كل المرات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن خطيب وبرئاسة المهندس محمود طاهر وبرئاسة الكابتن حسن حمدي وبرئاسة الكابتن صالح، كل مجالس إدارة النادي الأهلي، عمر ما في مجلس مارس أي قيد على حرية التعبير أو منع صحفي من دخول النادي وأداء عمله، إلا في مرات قليلة لما كان بيبقى فيه خروجات لا يمكن السكوت عليها، وكان بيتم الاتصال بإدارة الجريدة لاستيضاح الأمر. لكن في المقبل وفي الثابت دايما الأهلي لم يمارس أي قيد على حرية التعبير، يرحب بأي نقد يفتح صدره للجميع. فالزميلة ياسمين عبد العزيز في كلامها معانا ومع المهندس عادل القيعي الحقيقة اتكلمت كتير على أنه توجه الجريدة ناحية النادي الأهلي لا يحمل أي شيء سوى التقدير والاحترام والتقدير لقيمة النادي الأهلي ككيان مهم، والرغبة في أنه هو يفتح صفحة جديدة تستند في أهم ما تستند على المهنية، على الاحترام، على العلاقات المتبادلة الطيبة. وفي الأول وفي الآخر لابد للجميع أن يؤدي حقه في النقد، حقه في الأداء المهني المجرد بدون أي تحامل مثل هذا التحامل. لأن أنا بقول لكم هذه الاتهامات أو هذه الكلمات تيجي بالضغط حتى بما يخالف الواقع وبما يخالف أبسط قواعد العمل المهني، أن أنت بتنتقد وضع الناس شايفاه، الناس شايفة نتائجه، هتكلمني على سوء الأداء، هتكلمني على أنه الحالة الفنية مش جيدة، موجود، بس هات لي فريق يقدر يعمل ده وده مع بعض. وما سمعتش صوتك خالص عن اللي بيحصل في أي نادي تاني. هو الزمالك مش عنده مدرب أجنبي برضه؟ نتائجه عاملة إزاي؟ مش دي أطراف مصرية متنافسة موجودة في نفس المناخ؟ الزمالك لم يتأهل من الأصل لبطولة أفريقيا، وأوضاعه في الدوري أبعد ما يكون عن النادي الأهلي. نقاط مدربه ومستوى أداء مدربه باين، يلعب ماتش كويس وبقية الماتشات يفقد الثقة أو يفقد السيطرة. نتمنى الزمالك أنه يكون في أفضل حالاته، ونتمنى الإنبي والإسماعيلي وكل الأندية بالذات الأندية الشعبية الكبيرة أنها تكون دايما وأبدا في أفضل حالاتها، لأن ده إثراء لكرة القدم المصرية. لكن أنا بتكلم على مسؤولية النقد والتحامل لما يبقى واضح بهذا الشكل. المصري اليوم في تأكيد على أنه ما يتعلق بالمعالجة التحريرية والمعالجة الصحفية ما عندهاش هذا الموقف من النادي الأهلي حسب تأكيدات القائمين على الصفحات الرياضية فيها. كان ليها حوار النهاردة مهم مع المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن اللائحة وعن كل ما يتعلق بدستور النادي الأهلي، أفردت له صفحة كاملة. تحدث محمد سراج بإنسيابية شديدة جدا عن مشروع لائحة النادي الأهلي وعن تفاصيل ما يجري في كواليس الإعداد لدستور النادي الأهلي، في تأكيد من الزميلة ياسمين عبد العزيز على أنه الأهلي المصري اليوم ليست لديها هذا التوجه تجاه النادي الأهلي كما يبدو من مقالات الرأي. نتمنى أن ده يكون بداية صفحة جديدة جيدة، لأنه في الأهلي في الآخر الأهلي لا ينشد إلا الاحترام والموضوعية والمهنية في التعامل معاه من كل الأطراف. كارتيرون هذا التايه، هذا الفاشل، هذا المطلوب ترحيله فورا لدى هذين الزميلين في فرنسا في بلده، يتم الاحتفاء بتجربته وبنجاحاته في مصر والإشارة لقيمة النادي الأهلي وإنجاز النادي الأهلي
من خلال صحفي فرنسي جه عمل حوار مع كارتيرون عشان يكتب تقديم للمباراة الأفريقية القادمة للأهلي مع هوريا كوناكري، فيتكلم بكل هذا الاحترام عن مسيرة كارتيرون وعن نجاحاته مع النادي الأهلي. يعني في فرنسا يتحدثون عن هذا الرجل بهذه النجاحات وهذه النتائج، وهنا احنا شايفينه تايه وفاشل ولازم يمشي. مادام بيحقق للأهلي نتائج كويسة ومادام بيسعى مع الأهلي للفوز بالبطولة يبقى لدى البعض لازم أن يمشي، بس في النهاية مش هيمشي إلا الصح، والصح إن شاء الله يكون نصير النادي الأهلي بكرة. بكرة في 6 مساء المباراة للأهلي مع هوريا كوناكري الغيني، المباراة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. كارتيرون له تصريح أنه بنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الغيني، وبيحذر لعيبته من أي استهتار أو تهاون بالفريق المنافس، وبيأكد على قوة هذا الفريق وعدم الاستهانة به. أيضا بيكشف سر استعانته بكوليبالي قبل مواجهة هوريا. على فكرة كوليبالي تم استدعائه لمنتخب مالي، ده اللي الناس مش شايفاه خالص، استدعي لمباراة مع منتخب مالي ضد جنوب السودان وسجل هدف في المباراة اللي فاز بيها منتخب مالي 3-0. باتريس كارتيرون قال في المؤتمر اللي عقد بمقر اتحاد الكرة الغيني انه تحدث مع مدافع فريقه كوليبالي الذي سبقت له مواجهة فريق هورية اثناء وجوده ضمن فريق مازيمبي. يعني كارتيرون حب يستعين بفكرة كوليبالي عن هورية الكيني، عن هورية الغيني اللي كان كوليبالي لعب ضده وقت ما كان كوليبالي مع مازيمبي الكونغولي، وأبلغه أنه الفريق بيضم مجموعة مميزة من اللاعبين، حدد له بعض العناصر المتواجدة حاليا زي رقم 9 ورقم 27. وكارتيرون أكد أنه شاهد جميع مباريات الفريق الغيني قبل لقاء الغد. ده جانب من تدريب اليوم يعني بكاميرا قناة الأهلي المصاحبة للفريق في كوناكري، وتجهيز كارتيرون لكل عناصر الفريق، وبيأجل اختياره للتشكيل للحظات الأخيرة. باتريس كارتيرون كشف نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني للعيبته، وقال أنه لعيبة الأهلي قادرين إن شاء الله على التعامل مع كل هذه الصعوبات، سواء ما يتعلق بالرطوبة أو أرضية الملعب أو احتمالية سقوط الأمطار. قال أن كل هذه الظروف لعيبة الأهلي عندها الخبرة الكبيرة في التعامل معها. حسام عاشور كابتن الأهلي تحدث عن هذه المواجهة وعن حلم العودة لمونديال الأندية، وقال في المؤتمر الصحفي اللي حضره أنه الأهلي بيسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في كوناكري، وأنه الأهلي هيلعب بهدف الفوز لأنه دي شخصيته ودي طموحاته دايما، وأكد على أنه كل اللعيبة اللي موجودين مع الفريق لعيبة كبيرة عندها الخبرة وعندها الثقة وعندها الرغبة الواضحة جدا في تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله. كان في فقرة خاصة في التمرين على الشوتينج أو التصويب على المرمى في نهاية المران، شارك علي معلول وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد سليمان في هذه الفقرة الخاصة جدا للاستفادة من قدراتهم. وكان في تقسيمة قوية للعيبة في المران، وكانت حالة التسديد على المرمى نتائجها جيدة جدا. مع الأهلي في كوناكري كيف استعد الفريق؟ ماذا ينتظر الأهلي في مباراة الغد؟ معنا من كوناكري موفد قناة الأهلي كريم أحمد عشان يطلعنا على كافة تفاصيل البعثة في كوناكري. كريم أهلا بيك. شكرا ليك وتحياتي ليك من جديد ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اجواء وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في كوناكري غينيا، الاهلي وحريه كوناكري ان شاء الله يوم الجمعه في الساعه 4 عصرا. بيسعدني من ضمن لي طبعا في هذه اللحظات كابتن الكبير كابتن هشام محمد احد كباتن فريق النادي الاهلي. موفقين ان شاء الله كابتن هشام في البدايه، وان شاء الله يكون المباراه من نصيبنا. بتشوف الاول الجيم ازاي، الاستعداد كان ازاي من القاهره، والاستعداد مستمر حتى هذه اللحظه. حطينا في اجواء كده المعسكر حتى هذه اللحظه كابتن هشام. اشكرك طبعا يا كريم، وان شاء الله تبقى يعني ماتش موفق لينا وبداية موفقة، ويمكن استعدنا كويس الحمد لله. الأسبوع اللي فات اشتغلنا بشكل كويس جدا، يمكن كان اللعيبة مش موجودة
لعبت المنتخب ولعبت المنتخب الاولمبي، لكن اللعيبه اللي كانت موجوده ادت التمرين بشكل كويس، ويمكن كان في فترات بدنيه كتير كويسه استفدنا اعتقد الاسبوع دوت، والحمد لله مستعدين كويس، وكل الفرقه على قلب رجل واحد يعني زي ما بيقولوا، وان شاء الله كلنا مستعدين نعمل حاجه كويسه نادينا ان شاء الله باذن الله. في امور كتيره جدا اكيد ساعدت ان احنا نوصل للمرحله دي، ان احنا مركزين فقط في كره القدم. موضوع الطيران الخاص عايز اتكلم عليه، ازاي قدر ان هو يسهل عليكم بشكل كبير؟ تعرف كذا ترانزيت مع طيران هيبقى ازمه كبيره جدا، بتساعدكم ازاي وشايف ان الامر ده ازاي من مجلس اداره النادي الاهلي؟ اكيد طبعا بنشكر مجلس الاداره ان هو بيحاول يوفر للعيبه كل الامور اللي هي تبقى متاحه، ان اللعيبه تبقى مرتاحه وتقدر تادي في الملعب ما بقاش شاغله اي حاجه تانية. طبعا انت عارف يعني افريقيا بيبقى السفر متعب شويه، والاجواء حتى والظروف زي ما انتم شايفين النهارده الدنيا فعلا صعبه، فيمكن الحمد لله موضوع الطياره وفر علينا شويه موضوع عدد ساعات الطيران، ويمكن راحه شويه برضو لينا، فالحمد لله استعدينا بشكل كويس وريحنا كويس. ولكن النهارده زي ما انتم شفتوا المطر صعبه جدا وارضيه الملعب صعبه جدا، فيعني اتمنى بكره ان شاء الله ان الجو يبقى احسن من كده والظروف تبقى احسن من كده، وان شاء الله احنا مستعدين في اي حال ان شاء الله، اللعيبه كلها مستعده ان شاء الله. بخص الملعب اللي هيستقبل المباراه، يمكن النهارده كان التدريب الرئيسي عليه، المطر كان كتير جدا، وده اللي احنا حابين نقوله، يمكن الملعب بنتمنى يوم المباراه ما يبقاش الحاله دي لانها هتعوق بشكل كبير. قول لي انت لمست ايه في ارضيه الملعب؟ انت دوست على النجيله، بتشوف نجيله عاليه واطيه، في ايه في الملعب؟ لان الناس حابه طبعا تعرف وجمهورنا حابب يعرف الامور دي. هو النهارده طبعا من بدايه من اليوم الصبح مطر جامد جدا، وزي ما الناس ما شافت النهارده كلها الارضيه صعبه جدا جدا، يعني تكاد تكون ما ينفعش ان احنا نلعب عليها. اه بالظبط، لكن الحمد لله ادينا التمرين واللعيبه قد التمرين بروح كويس جدا، وكان في حماس كبير من اللعيبه في ظل الظروف الصعبه ديت، لكن بنتمنى ان شاء الله من ربنا ان شاء الله ان بكره الجو يبقى احسن، بحيث ان شاء الله نقدر نأدي ماتش كبير ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. بتنقل الحاله المعنويه للعيبه، انت لعيبه الكبار وفي لعيبه كبار في الفرقه، اكيد في حديث مستر باتريس بيشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير مع كابتن محمد يوسف، الاجواء دي عامله ازاي ومركزين ازاي في المباراه دي؟ فرقه ان هي توصل دور الثمانيه يا كابتن هشام، لا فرقه مميزه ولابد ان احنا نحترمها بشكل كبير. اكيد طبعا احنا في مرحله الكل عارف اهميتها، والكل يعني نفسه في حقق بطوله افريقيا، دي حاجه احنا بنلعب بنحلم بيها، ما وفقناش السنه اللي فاتت في الفاينل، لكن السنه دي ان شاء الله تبقى من نصيبنا، فده دور مهم ان شاء الله، يعني ان شاء الله هنعديه باذن الله. الاستعداد كويس جدا، يعني الجهاز الفني بيعمل شغله واللعيبه بتعمل شغلها والناس كلها والجهاز الطبي بيعمل شغله والعمال بيعملوا شغلهم، كل الناس بصراحه بتشتغل على اكمل وجه، وكل الناس مركزه وعارفين اهميه المباراه، فان شاء الله باذن الله نكمل نفس تركيزنا، وربنا يكلل تعبنا بكره ان شاء الله في الماتش بالفوز ونتيجه كويسه ان شاء الله. شكرا. اشكرك. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن هشام محمد، احد نجوم فريق النادي الاهلي، اكيد طبعا بنتمنى التوفيق، مباراه صعبه ومباراه قويه زي ما اكدنا وقلنا، فريق حريه كوناكري من الفرق القويه جدا، وصوله لهذه المرحله لابد ان يكون في شغل كبير جدا من الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، بنتمنى ان شاء الله يكون يوم رائع، يوم مميز، ويوم الجمعه ان شاء الله يوم المباراه في الساعه 4 عصرا يكون الجو والطقس مهيئ للاعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله الطقس يكون مهيئ، و يعني رغم كل التاكيدات هناك ان ده موسم فيه احتمال لسقوط امطار غزيره، وانه في كمان حاله رطوبه عاليه شويه، لكن نتمنى ان شاء الله انه في وقت المباراه اللي هتكون الساعه 4 في توقيت كوناكري، 6 بتوقيت القاهره، الساعه 6 مساء مساء الجمعه، الاهلي وهوريا كوناكري في غينيا، نتمنى ان شاء الله ان كل الظروف المناخيه تكون مناسبه وملائمه عشان الاهلي يقدر يؤدي مباراه بإذن الله تعالى تسهم كتير في تأهله للدور قبل النهائي إن شاء الله. زي النهاردة وأي نهاردة فيها انتصار للأهلي تقريبا في كل التقويم، دايما وأبدا لو رحت للتقويم الميلادي الهجري القبطي هتلاقي في مثل أي يوم كان فيه لحظة فرحة للنادي الأهلي. في 11 أو 15 سبتمبر 2013 الأهلي فاز على الزمالك 4-2، كان في دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا بالمناسبه، سجل وليد سليمان، احمد عبد الظاهر، محمد ابو تريكه، احمد فتحي، دي اخر بطوله الاهلي حققها واخر مره لامس فيها قلب الاميره الافريقيه، ومن حسن الطالع انه كان بيقود وقتها المدير الفني محمد يوسف اللي موجود دلوقتي مدرب عام وقائم باعمال مدير الكره. 4 اهداف في مرمى الزمالك، مباراه انتهت 4-2، هنطلع نتفرج على الاهداف الستة في هذه المباراة، وبعد الفاصل هنستقبل 2 من الصحفيين الثقاه، والثقاه بمعنى الكلمة.
على درجة عالية من الفهم، من الموضوعية، من الأمانة، من احترام الكلمة. هي قراءة متأنية في المشهد الرياضي عامة بكل جوانبه، مع الزميل العزيز الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، والناقد الرياضي الكبير والموضوعي والمتميز ومحل الاحترام الدائم الأستاذ محمد سيف مدير تحرير الأهرام الرياضي، وقراءة مختلفة وأمينة ومتأنية عما يحدث في كل جوانب المشهد الرياضي. بعد الفاصل. واللعب خلف الاطراف، خلف سيد معوض، وادي انطلاقه حلوه وانفراد، واول اهداف في اللقاء احمد فتحي. تحركات لاعبي النادي الاهلي بقى في العمق، وليد سليمان، وممكن التعادل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هنا المساحات في وسط ملعب نادي الزمالك، والتعادل من وليد سليمان في الدقيقه التاسعه. ملعوبه حلوه حلوه حلوه، وهدف شبيه بالهدف اللي سجله في مرمى ليوبار. وليد سليمان يهرب وبيسرى جميله حلوه حلوه في المقص، هدف التعادل، هدف التعادل. مباراه قمه بالفعل، والتعادل 1-1 بعد 9 دقائق. عمر جابر في الدقيقه الرابعه، وليد سليمان في الدقيقه التاسعه، احمد عبد الظاهر اللي بيلعب مع النادي الاهلي قادما من نادي ام بي. وادي الكره الراسيه هنا على طول، على طول هدف احمد عبد الظاهر، احمد عبد الظاهر نشعر به في هذه اللقطه، والهدف ظاهر بالالوان الحمراء، والهدف هنا في مرمى نادي الزمالك ياتي في الدقيقه 15. احمد عبد الظاهر اتلعبت حلوه قوي من النجم احمد فتحي، وهنا بلا رقابه وبدون اي تدخل من لاعبي نادي الزمالك، سواء من حماده طلبه او من محمد عبد الشافي، ويركنها حلوه قوي احمد عبد الظاهر عشان يسجل في مرمى نادي الزمالك. امامنا هنا هدف التقدم للاهلي. ابو تريكة على طول يسند المره دي، عبد الله السعيد، سيد معوض، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد يلعب الكره اللي في العمق، وليد سليمان الخطا المتكرر صلحها حلوه. يا ولد يا ولد على الهدف الملعوب، هدف اهلاوي سينمائي من محمد ابو تريكه، اتلعبت حلوه قوي من عبد الله السعيد. وليد سليمان خلف الدفاع يصلحها حلوه لابو تريكه، وابو تريكه يسجل هدف رقم 13 في مرمى نادي الزمالك. محمد ابو تريكه، شوف امامنا هنا وليد سليمان بالكعبه حلوه قوي، وادي ابو تريكه الخالي تماما من الرقابه، ليس هناك ضغط الدفاعات الزملكاوية يعني هنا في هذه المباراة، وكما هو معتاد في اللقاءات الأخيرة. أدي أمامنا الأهلي، عبد الله السعيد، تحركاته عبد الله السعيد، تغيير اتجاه بشكل رائع جدا عبد الله السعيد. حسام عاشور لمسة المرة دي على طول، أبو تريكة، أبو تريكة لشهاب، أبو تريكة لمسة واحدة والتحرك في الجانب اليمين يعدلها على طول، وليد سليمان يعملها حلوة قوي بشماله والتحرك المرة دي، والهدف الرابع، الهدف الرابع، الهدف الرابع عن طريق أحمد فتحي، يسجل في مرمى الزمالك. كان سجل في لقاء سابق في 2007-2008 عندما سجل عماد متعب، سجل أحمد فتحي. النهاردة أحمد فتحي يسجل للنادي الأهلي في الدقيقة 70 عشان تبقى النتيجة 4-1 لصالح النادي الأهلي. هدف ملعوب وتحركات خلف المدافعين، وادي أمامنا هنا لمسة حلوة قوي، وليد أحمد فتحي ينطلق، فكرنا بهدفه في كوت ديفوار في 2008. أحمد فتحي مع منتخب مصر سجل في الزمالك من قبل في طبعا لقاء 2007-2008 لا شيء للأهلي. أدي عبد الواحد السيد بلا حيلة أمام دفاع قليل الحيلة، 4-1 حتى الآن. حازم أمام الحقيقة عامل نشاط كبير، ولكن شهاب بدأ يميل عشان يغطي ويلعب عرضية حلوة قوي، وادي رأسية وهدف، هدف هدف هنا، هدف في هذه اللقطة. أهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل هي فرصة لقراءة متأنية مختلفة شوية، فيها الكثير من الموضوعية، فيها الكثير من العمق في الرؤية، وأيضا فيها الكثير من الشهادة الأمينة شوية، سواء على المشهد الإعلامي بكل جوانبه أو على المشهد الرياضي بكل مشاكله. عشان كده دعونا نرحب بالصديقين العزيزين الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك يا أستاذ. والناقد الرياضي ربيب الموضوعية أستاذ محمد سيف مدير تحرير الأهرام الرياضي. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك، منورينا ومشرفين. ده نورك. الله يخليك. هي يعني بالفكر المجلاتي شوية، يمكن الاثنين إيقاع مجلاتي مدي فرصة للتأني والتأمل والرصد الموضوعي، مش كده؟ وزمان كان فيهم ناس منافسة كبيرة قوي بين آخر ساعة والمصور. صحيح. أيوه على قديمه بقى. على قديمه.
طيب استاذ احمد، وانت صاحب تجربه حاليه مشهود ليها الحقيقه، في ان المصور الفتره اللي الاستاذ سيف اشار اليها كانت اخر ساعه بتنتج واحد من اهم الملاحق الرياضيه. ده صحيح. الان المصور بتنتج ملحق رياضي متميز كل خميس، وانت براصد المشهد من بعيد ككاتب صحفي غير متخصص في الرياضه، شايف جزئيه الاعلام الرياضي ازاي؟ لانه الاستاذ محمد عنده تفاصيل كتيره فيها، بس انت قول لي كراصد شايفها ازاي؟ لا، وانا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بتشرف بوجودي معاك مع الاستاذ محمد. لا ده احنا سعداء. قمات رياضيه محترمه وصحفيه رصينه. الحقيقه يعني انت قلت تجربه اخر ساعه. انا عايز اقول لك ان تجربه الملحق الرياضي المصور الرياضي هي انا واخدها من اخر ساعه. لاني انا كنت واحد وانا صغير كده كنت دايما بروح اجيب، كلنا اتربينا على هذا الملحق والله، وبستنى الاسبوع اللي بينزل، لانه كان بينزل اسبوع واسبوع، كنت بستنى الاسبوع اللي بينزل فيه الملحق عشان اروح اشتريه، وبعدين لما اتلغى فتره كده وقفوه. فزعلت جدا لانه كان فيه فعلا وجبه رياضيه لما هو سابنا، ساب اخر ساعه وراح على الاهرام الرياضي في موسم انتقالات برضه. انما انا لقيت انه جزء من سياسه المصور زمان ايام الله يرحمه الاستاذ محي الدين فكري واساتذتنا الاستاذ يوسف، استاذ يوسف، مجموعه ديت سلامه مجاهد الله يرحمه العمالقه دول، كان جزء منها الجزء الرياضي. وانا لما جيت كان الجزء الرياضي تلاشى بشكل كبير جدا. ففكرت ان انا اطلع ملحق المصور الرياضي يتعامل مع هذه الساحه الجايه. المشهد الرياضي الان او المشهد الاعلامي، الاعلام الرياضي بشكل عام، انا يعني زي اي مواطن زي اي مشاهد ليا ملاحظات عليه كتير جدا، لانه انا بازعم ان جزء من التعصب الرياضي خلقه الاعلام الرياضي الحالي في مصر. هو اللي خلق هذا التعصب وزاده بعنف وبشده. واذا كنا بنلوم حتى على الالتراس اللي عملوه واللي وصلوا بيه، انا بقول انه الاعلام الرياضي كان له دور في هذا. بل بالعكس، بعض الازمات الرياضيه كان سببها الاعلام الرياضي، وده نتيجه طبيعيه انه ظهر في فتره ما كانش فيها اي ضوابط ولا اي معايير تحدد يعني ايه اعلام رياضي ودوره ولا ميثاق شرف، لانه حتى احنا كصحفيين ما كناش ملتزمين قوي بالميثاق الشرف ولا كنا عارفين ايه اللي بيحصل فيه ولا احنا في دماغنا ده. فظهر الاعلام الرياضي في فتره وحصل فيه نوعين. النوع الاول انه بعض من لا يعرفون يعني ايه مهنه اعلام امتهنوا الاعلام الرياضي ودخلوا منه ومن بوابته، وبالتالي غصب عنهم ما كانش عندهم القواعد المهنيه وما فرقوش ما بين انك انت تبقى في المدرج او في الملعب وبين انك تبقى على شاشه تلفزيون بتخاطب ملايين الناس او في الاستوديو. رقم اثنين انه الشعبيه الجارفه للرياضه، فجاه بعض من كانوا في الاعلام الرياضي وجدوا انفسهم زعماء والناس كلها بتستنى منهم الكلمه وبتمشي بتوجههم، فانتقل دورهم من مجرد انك انت تبقى محلل او تعطي صوره للملعب او تعطي صوره للعيبه او للفريق، الى انك انت كمان بتحشد في اتجاه معين. بقى ناشط رياضي. بقى ناشط رياضي زي الناشط السياسي. السلام عليك. تمام؟ تمام؟ فتحول الامر قدامنا ان احنا بقى عندنا حاجتين في الفتره دي، توكشو سياسي بيولع الدنيا وتوكشو رياضي كمان بيأزم الازمات اكتر مما فيها. يولع يعني الدنيا والاخره مش وده بالظبط. وتحول الامر الى انه بعدين خلي بالك الخطوره في التوك شو ممكن تبقى رغم انه خطر، بس كان اللي بيشوفوه برضه ناس عندهم كبار في السن، ناس عندهم رؤيه. الخطر في الاعلام الرياضي انه معظم اللي بيشوفه شباب في سن الوعي عنده صحيح ادراك اقل صحيح، وبالتالي كان التاثير اكتر. وبالتالي لما انا اتحول في الملعب وفي المدرج الى واحد بامارس العنف واحول التشجيع الى عنف والى تعصب والى انحياز اعمى والى والى، فده كان نتيجه الاعلام الرياضي. يمكن ازعم ان المشهد الرياضي هيبقى العلم الرياضي هيبدا يبقى يعني له خطوات يمشي عليها شويه، يحاول ينضبط شويه. طبعا في وسط المشهد ده كان في مشاهد او في شاشات لا كانت بتحاول تحافظ على الموضوعيه، مش عشان الراجل اللي قاعد جنبي، كنت بحب جدا اشوف حلقاته مع الكابتن مدحت شلبي في لا طول عمره موضوعي، في نوع من الموضوعيه للشيخ طه اسماعيل وناس كتيره جدا من اللي ليهم في المهنه وفاهمين يعني ايه ضوابط اخلاقيه ويعني ايه شاشه ده تفتح في البيوت فليها قواعد اخلاقيه وقيم وسلوك وثقافه ما تتجاوزهاش. فده انا مش عايز اطول، بس ده اللي انا كنت شايفه في المشهد، وازعم انه الفتره القادمه سوف يكون هناك نوع من الادبيات الجديده في الاعلام الرياضي تعيد مره اخرى
الموضوعية والرصانة في التناول. نتمنى. أستاذ سيف، وأنت واحد من أهل المهنة، واحد من نجوم الملعب، إيه الوضع اللي أنت شايفه وأنت اخترت مؤخرا وتستحق هذا لعضوية لجنة متابعة الأداء الإعلامي؟ ضبط الأداء الإعلامي. ضبطه مش متابعته، ضبطه. ضبط متلبس على مؤشر. ضبط متلبس 109 مثلا. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو للأسف أنا اخترت ضمن، يعني كان لي الشرف الأستاذ فهمي عمر رئيس اللجنة يختارني ضمن أعضاء اللجنة، وحضرت حوالي 4 اجتماعات، ولكن في الفترة الأخيرة أنا قدمت استقالتي. استقالت؟ بسرعة كده. أنا بص يا أستاذ إبراهيم، من النوع اللي أنا يعني ما بجريش ورا مناصب أو لجان أو اجتماعات، ماليش في الحاجات دي. أنا شغلتي اللي أنا بحبها هي الصحافة. حتى ما حد يجي يقول لي يسألني هو التايتل بتاعك، هو اللي أقول له محمد سيف الدين الصحفي أو الناقد الرياضي. حتى كلمة ناقد رياضي كنا زمان نحشى نقول على أنفسنا. بالظبط. أيوه. يعني ناقد رياضي عبد المنعم، عبد المجيد نعمان، الأربعة دول، أحمد علام، الأربعة الكبار، عبد النحاس، نجيب الموسيقية وخلاص. خلص. بس أنت إيه عشان تقول نفسك ناقد رياضي؟ محرر رياضي. أيوه. عشان تبقى تقول ناقد رياضي دي خدناها أو قلناها على أنفسنا بعد سنوات. بعد كتير. فأنا كنت فاكر إنك ممكن تأدي أو حاجة أو تعمل حاجة او تساهم انك فعلا تضبط الكلام، لكن اكتشفت ان برضو ان اللجنه هي لجنه تصدر توصيات ولا تتخذ قرارات، زي اي لجنه، زي اعلام، وان التوصيات تذهب الى المجلس الاعلى للاعلام، وهو الحر له الحريه الكامله في اتخاذ انه ياخذ بهذه التوصيات او لا. كان في حاجه اخيره كده، وكان في ازمه اخيره في قناتين بشكل معين، فكان توصيات اللجنه بدون ما اخش في تفاصيل، يعني توصيات اللجنه تخص القناه يعني البرنامجين. فوجئنا ان القرار لا، اغلاق قناه والقناه الثانيه ما حدش جه جنبها خالص. دي حقيقة يمكن تتقال اول مره، يمكن ناس ممكن ما تكونش عارفاها، وما كانش التوصيه فيها كده. لا، التوصيه ضد البرنامجين فقط، اغلاق البرنامج بتاع الاستاذ ابراهيم. اسف دايما حضرتك بس هديك في كل حاجه عشان ما حدش بس ايه ياخد علينا. الاستاذ ابراهيم بيقدم برنامج وخرج فيه، حصل فيه تجاوز، فانا اوصينا ان ايقاف برنامج الاستاذ ابراهيم لمده شهر وغرامه للقناه 100,000 جنيه. خلاص. طب والناحيه الثانيه، ايقاف برنامج الاستاذ احمد لمدة شهر وغرامة 50,000 جنيه. التفاوت كان في قيمة الغرامة. ده 50، ده 100، لأن كان بتاع أغنية كان عنده الموضوع، عنده كان زايد شوية، أوفر شوية. طرحة حمراء وكلام أوفر دوس. بس لكن فوجئنا إن البرنامج بتاع زبريب أو القناة بتاعته كلها إغلاق لمدة أسبوعين، والقناة هنا أو البرنامج هنا كلها مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. فأنا عن نفسي كنت أول واحد، يعني القرار كان مخالف للتوصيات. فواضح. فانا استشفيت ان ممكن تكون اللجان ماهيش هتأدي دورها بالشكل اللي هو انا كنت بأمله، فحبيت ان انا يعني بريح دماغي، وما بحبش اتواجد في مكان ابقى مجرد رقم فيه غير صحيح، رقم كسر في بسط ومقام. يعني انا احب اكون في مكان ابقى رقم صحيح، ده عن نفسي. وده محمد سيف دايما. طيب المشهد الاعلامي بس انا هختلف مع الاستاذ احمد، هو وصفه صح، بختلف معاه بحاجه واحده. وبيقول ان شاء الله ان الفتره الجايه هتشهد ضبط. اقول له انت متفائل خيرا. انا دايما متفائل. واضح حضرتك انك متفائل دايما. أيوه. متفائل. لا، الفتره الجايه بالعكس، ودي يقول مشهد. احنا كل ما بتزيد عندنا، احنا كنا زمان بنعتقد ان كل ما هتزيد قنوات، كل ما هتزيد البرامج، كل ما هتزيد نوافذ الميديا الرياضيه، قلنا هيبقى في شغل احسن وفرز، وهيبقى في لا والمتلقي هو اللي مستفيد. بالظبط. ان النهارده هنشوف عند ابراهيم حاجه ثانيه، هنشوف عند استاذ احمد حاجه ثانيه، وهتختلف المصادر. الخبر والموضوع لكن لقينا بالعكس، ان انا النهارده معظم البرامج قال نقطه مهمه قوي يا ريس، احنا لما اشتغلنا المهنه كصحافه قعدنا بالسنه والسنتين لك ايه تحت التمارين. ايوه. بنلف كعب داير على الانديه والاتحادات، ولما كان لما تتعين تفضل تحت التمرين، تفضل تحت التمرين برضه. ايوه. تقعد عندك سنتين. بالظبط. انت كان عشان اسمك بالقلم الرصاص. ايوه. يقول لك انت اسمك لسه بالقلم الرصاص. أيوة. وانت كان عشان اسمك ينزل على موضوع او على حوار املا ولو ينزل قوي. ينزل تحت بونت 9 في خيخ الموضوع. مفيش حاجه اسمها بين جدولين. على استحياء قوي. عارف انت بين جدولين دي. أيوة. انت تعيش عمرك بقى عشان تاخدها. فكنت بتاخد يعني بتاخد مراحل عشان اسمك ينزل ينور. ياخد بس بونت 12. صحيح. مش هقول بقى بين جدول، لا بونت 12 بس. دي معايير الجديه كانت، دي كانت الجديه، لان كان في ناس، في اناس كبار اساتذه، وكان في قيم. وكان في مبادئ، وكان في ناس بتراقب. بالظبط. في ناس تاخد قرار. انت غلطت بره.
ايوه بره حتى لو متعين يروح يرفع قضيه. انما النهارده زي ما صدق يقول انت النهارده تحولت من حولت المدرجات الى استديوهات وبعدين من الشارع للاستديو. كان زمان بيتعمل اختبارات للمذيعين والمعلقين والكلام ده كله. بعد ما يتقدم 1000 بتختار منهم 6 اللي هم وبعد الست دول لما ينجحوا تحطوهم في معهد تدريب الاذاعه والتلفزيون لمده 6 شهور. ايوه بعد ما ياخدوا الدوره يبقى انت حضرتك بقيت مذيع. تعمل ايه؟ تبقى مذيع ربط. ايوه عارف على الساده المشاهدين يعني بتقول جملتين تطلع تقول والان سادتي مع فيلم السهره بطوله علي وسعاد اتمنى لكم سهره سعيده مع ابتسامه بسيطه. سلامه. ايوه مش النهارده بتقعد سنه المذيع او مذيعه عشان يعمل دي هي كده لحد ما ياخد برنامج ويبقى برنامج في الظل الساعه 5 الساعه 3 ما تفرش عليه. لكن تبقى مذيع سهره ايه فين بقى تبقى ماني ناشر للعالم ديت كلها. النهارده لا انا بجيبك من الشارع بقول لك اتفضل بقيت اعلامي. لدرجه ان احنا في احد الاجتماعات واحنا بنتكلم مع استاذ فهمي عمر الخال الاعلامي الكبير فبقول له يعني اعلام قال لك يا اولاد ما حدش يقول لي اعلامي. صحيح لان انا خلاص بدات يعني ابرأ من كلمه اعلامي. النهارده استخدام غريب لا يعني استخدام غريب فانا النهارده بقول لحضرتك النهارده زاد علينا او زاد البلاتين زي ما بيقولوا انك انت النهارده بتأجر ساعات في القناه. انا اعرف ان الحاجه الوحيده اللي بتتأجر بالساعه هي العجله. لكن ما شفتش صحيح لكن ما شفتش اعلام العجله. انا بأجر العجله دي ساعه ساعتين ممكن اتاخر شويه على الراجل وادفع زياده او اسيبها له واجري مش مشكله. انما النهارده أأجر الهواء ساعتين للاستاذ ابراهيم يقول في ما يشاء ان يقول مصيبه. اجر حضرتك 3 ساعات وده 6 ساعات تأمين التفاؤل ان الفتره الجايه وهو اللي حصل في الفتره الاخيره نتيجه هذا التأجير ونتيجه دخول ناس ما لهمش علاقه بالمهنه لمجرد ان واحد معاه قرشين فراح اجر من اي قناه باع جابوستين وجاب قرشين اما اجر ساعتين راح مأجر ساعتين ويقول في ما يشاء ان هو بالزبط. يقول وبالتالي هطلع الوم مين بقى انا في الساعه دي. صحيح والمتلقي ساعتها هيقول ايه؟ هتقول له لا ده الكلام ده غلط. يقول لك غلط من ايه؟ ده اللي قاله واحد مذيع في قناه بتوسع عن طريق الدوله. صحيح عن طريق الـ 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 القنوات الشرعيه. صحيح يبقى انا اسف لا هصدقه. صحيح ما اقدرش هنا الوم المشاهد او الوم المتلقي. انا بلوم انفسنا. احنا اللي سمحنا لهذه النوعيه من الاعلام ان هي تبقى موجوده في غيبه من الدوله. انا صحيح. اسف بقول لك الدوله غيبه. قد يكون بقى ليها مصلحه ملهاش مصلحه الله اعلم. انما أنا النهارده اسيب الاعلام ان كل واحد عايز يقدم برنامج يقول فيه ما يشاء ان هو يقوله ويشتم ابراهيم ويشتم محمد ويشتم احمد ويشتم علي ويشتم بقى زي ما هو عايز وباي الفاظ ويتهم اي اتهامات وانا النهارده مش قادر احاسبه. ولو حاسبته احاسب سين واترك صاد. وبعدين هي المحاسبه ان انا اعمل برنامج فانا احاسبك اوقف لك البرنامج لمده اسبوعين ترجع تاني. ما لازم يكون في لائحه تخليك تجزرك من الارض تحت. احنا في قرار اتاخد بايقاف حضرتك بتقدم برنامج ملك وكتاب. فقلنا يا جماعه القرار للنادي الاهلي وقفوا برنامج ملك وكتاب بتاع استاذ ابراهيم. ماشي حاجه. تاني يوم الاقي استاذ ابراهيم طالع بيقدم برنامج ايه؟ ابيض واسود. غيرت اسم تحايل البرنامج. تحايل. اوقف برنامج وكان المشكله كان في الاسم. في الاسم. اوقف برنامج ملعب شبين. تاني يوم استاد شبين. ايوه خلاص مش وقفت لك ملعب شبيه. هو بنفس الشخص. فاصبح التحايل موجود. يبقى انا هروح فين؟ هتروح مع الناس دي ازاي؟ لازم يبقى في قوانين محدده لوائح حاسمه وجازمه لمصدر الخطا نفسه. الله ينور عليك. المصدر نفسه بس الشكليات دي ما تعنينيش في شيء. من هنا انا بقول لحضرتك الفتره اللي جايه لا انا مش شايف ما لم تصدر قوانين تكون حاسمه وفيها رادع جامد ان المساله لا هتبقى سهله جدا. لان انك مش تأجر قناه كمان انك تفتح اي قناه وتقول فيها ما تشاء ان تقول. ايه دي المشكله؟ استاذ احمد استاذ سيف يعني منزعج وانزعاجه له اسبابه وانت متفائل وما قلتلناش ايه اسباب تفاؤلك. انا مش متفائل بقدر ما انا ايوه قد اكون انا شايف يعني هو الاستاذ سيف بيقول تصدر قوانين وهو من اسبوعين صدر يعني اعتمد الرئيس قانون التنظيمات الصحافه والاعلام الجديد. أيوة. لم يفعل بعد. ما هو لسه ما فعلش. ايوه لان هو لسه معتمد الاسبوع اللي فات. ايوه هذا القانون فيه من المواد ما يطالب به الاستاذ محمد سيف. تمام. وبالتالي انا مستبشر بايه؟ بانه انا قلت ان هناك قواعد وضوابط سوف تحكم الاداء الاعلامي انه في وقفات جايه اطاره. ايوه بالظبط. الفتره اللي فاتت احنا كنا عايشين في حاله فوضى. فوضى لانه ما كانش في قوانين. فوضى لانك انت كنت داخل على المجال ده جديد. فوضى
لانه ما بعد 2011 حصل نوع من اللي انا شفت بنفسي ناس بيجوا لمجرد انه كان واحد في ميدان التحرير يقول لك انا عايز اطلع اعمل برنامج واكم من واحد طلع عمل برامج هم لمجرد انه كان في التحرير ما تعرفش كان بيعمل التحرير لكن طلع عمل برامج. النهارده في قانون طلع والدوله واعتقد انه لما رئيس الدوله نفسه يطلع يعني 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 يلوم على الاعلام او يعني يقول ان الاعلام محتاج يكون اكثر مراجعات كتيره بالظبط تمام واتكلم عنه بشكل واضح اكتر من مره وطلع النهارده القانون واعتمده الرئيس وقانون ما يتعلق بالتنظيم الاعلام وضوابط ومعايير تنظيم الاعلام طبعا لسه اللائحه التنفيذيه كمان هتطلع اكثر بالظبط ثم اعاده التشكيل بقى للمجالس تمام بغض النظر هو زي ما قال الاستاذ محمد هو القانون القانون بيبقى واضح كل مكان القانون واضح ومحدد ومديلك اجراءات واضحه ومديلك خطوات واضحه ومديلك مشهد واضح موضح الصوره قدامك كل ما انت قدرت تحكم المشهد الاعلامي. وهنا عشان برضو الناس ما لانه الاستاذ محمد بيتكلم على القانون وانا معاه تمام والدوله تسير في هذا الاتجاه انما في مشكله يطلع لك بقى اخواتنا يقول لك حريه التعبير الابداع لا علاقه بانك تضع ضوابط تحمي قيم وتقاليد وثقافه ومعتقدات ومبادئ المجتمع اللي انت عايش فيه وبينك انت تتكلم عن حريه التعبير وحريه يا راجل انت كنت مرحله الثراء في انتاجك وابداعك في العصور اللي كانت فيه قبضه شديده على الاعلام مش عصور الظلام يعني اللي بنسميها انت كانت هنا بقى بص هنا بقى احنا دخلنا في دايره غريبه جدا دايره ان هناك ما اللي عايز يشوهك هيشوهك بالظبط لو حب يشوهك هيشوهك من كرافطه انت لابسها هيشوهك من شعر من تسريحه شعرك المهم انه هيشوهك واحنا كنا بنتكلم قبل الاوع على الفيسبوك واللي بيعمله الفيسبوك ده ممكن يطلعك شيطان رجيم ويطلعك كل شيء في الدنيا ويطلعك حكيم وملاك وكل شيء احنا انا مصدر تفاؤلي بل ثقتي ان هناك قوانين صدرت واعتمدها رئيس الجمهوريه الاسبوع الماضي تمام. وهناك لوائح تنفيذيه تصدر وانا اعلم تماما يعني حدود علمي كراجل صحفي انه لا هناك رغبه واراده سياسيه لدى الدوله المصريه بوقفه جاده مع الاعلام ليه؟ لان الاعلام ده مش مجرد واحد بيطلع يتكلم في الشاشه ده واحد ممكن يضيع لك اللي انت عمال تشتغل فيها دي لك 4 سنين في اعاده بناء الدوله يضيعه لك في برنامج يضيعه لك في حلقه يضيعه لك في دقيقه واحده في كلمه واحده صحيح. وبالتالي الاعلام كان في الاربعينات من القرن الماضي الامن القومي يرتبط بان قوه عسكريه تدخل حدودك صحيح. النهارده الاعلام هو ركيزه اساسيه في الامن القومي واستهدافك انت شخصيا ودايما بقولها وهقولها تاني معاك انه اللي عايز يستهدفك كدوله هيدمرك من الداخل دي حروب الجيل الرابع والخامس وما سوف يليها من حروب طيب هدمرك ازاي بدل ما كنت بدخل بطياره وتضرب الطياره وصواريخ وبفقد صواريخ النهارده لا 8 صاروخ واحد يعمل لك قناتين وجورنالين واهدم بيهم كيانك المجتمع من الداخل واهدم بيهم قيمك واهدم بيهم كل حاجه وده اللي حصل تمام وده اللي حصل فانت النهارده كدوله انت قعدت لفتره طويله انت ايدك مغلوله وخايف حريتك بتيجي لك منظمات حقوقيه من بره تقول لك لا اوعى توقف ده اوعى توقف انت بتحكر على حريه الراي لا النهارده بقت عندك دوله لديها اراده سياسيه ولديها رغبه حقيقيه في ضبط المشهد الاعلامي وهناك قوانين صدرت وهناك مجالس شكات وسوف اعاد تشكيلها مره اخرى هدفها الاساسي مش ان يبقى اعلام محكوم مش ان يبقى اعلام تحت السيطره لا انما اعلام موضوعي يؤدي رسالته لان المشكله يا استاذ ابراهيم ايه اللي انا وحضرتك والاستاذ محمد وغيرنا بيتكلموا فيها ان الاعلام طوال السنوات الماضيه ما اشتغلش على المعلومه ما اشتغلش على الخبر اشتغل على الراي اشتغل على انك انت تقعد تنظر وتحول نفسك الى منظر او ناشط سياسي او زعيم سياسي او خطيب في الامه ولم يتحدث احد بالمعلومه وممكن بعد ما تقعد تنظر عليا لمده 2 3 ساعات تكتشف ان التنظير مبني على معلومه غلط اصلا او انت عايز بتحقق مصلحه وهناك لوبيات المصالح كانت بتشتغل وتدير قنوات بالكامل لمصالحها الشخصيه فانت ده القوانين اللي صادره دلوقتي هدفها الاساسي ان يكون هناك مش اعلام سلطه ولا اعلام نظام ولا اعلام حكومه ولا اعلام رئيس انما اعلام دوله يعرف يعني ايه حدود الدوله المصريه يعرف يعني ايه امن قومي للدوله المصريه يعرف يعني ايه مصالح المواطن المصري يعرف يعني ايه انا بهدم في دوله بتتبني من جديد هو ده اللي مخليني عندي ثقه ان الفتره القادمه هتكون اكثر ان شاء الله ان شاء الله استاذ محمد يمكن انتوا الاثنين شرفتونا يوم الجمعه في ورشه مناقشه الصحفيين والاعلاميين لمشروع لائحه النادي الاهلي والحقيقه كانت ورشه ثريه جدا بالمناقشات والاراء ساعدنا بارائكم فيها واراء كل الحضور شايف التجربه ازاي انه نادي يعد دستوره بهذا الشكل وانت تقريبا اطلعت وكتبت تعليقا على هذه الفكره في حد ذاتها من الناحيه الديمقراطيه
بص يا صبيح، هقول على حاجه عشان ممكن يعني بقيه البرنامج نكمل عليها. وفي فرق ان انا اكون مختلف على استاذ ابراهيم منيسي، مختلف عليك، وفرق ان انا اختلف معاك. معاك مختلف عليك من الاول، انا رفضك بالظبط، رفضك كمذيع كمصحفي، انا اي حاجه انا مش قابلك مش قابلك. وفي فرق ان انا اختلف معاك في جزئيه، في راي، في مقال، في موضوع، في أيوة. فكره أيوة. ده شيء اعتقد ده الامر الصحي. اختلف معاك في حاجه وهتفق معاك في حاجه ان هو يبقى يعني جزء كبير كمان من الاعلام. ان انا في فرق ان انا اكون مختلف على فلان او مختلف معاه في الراي، عشان كده زي ما احنا حتى ده دايما وابدا من ثوابت البرنامج هنا، ان احنا بنختلف مع المكتوب مش مع الكاتب. الله الله ينور عليك. لا اصل الناس النهارده يقول لك ايه، هو انت النهارده مش كنت مختلف مع استاذ ابراهيم امبارح؟ امال النهارده انت بتأيده ليه؟ ولو هأيده بكره واختلف بعده. لا، هي الناس عايزه ايه؟ يا ابيض يا اسود. بالظبط. يا مع يا ضد. ما هي قصور فيه. فهو ده من ضمن قصور الاعلام الرياضي اللي حصل في الفتره الاخيره، انك انت يا مع يا ضد. النهارده انا ممكن اختلف مع مجلس كابتن محمود الخطيب في حاجه، لكن مش هختلف عليه. بالظبط. فالنهارده يجي في موقف ثاني، لا انا متفق معاه، يقول لك انت غيرت رايك، مش تغيير راي، بس هو امبارح انا كنت شايف ان هو غلط. صحيح. في الموضوع ده لكن النهارده الموضوع ده شايف ان هو صح. ده مبدئيا زي لعيب الكوره، انت قلت له برافو على لعبه، الله ينور عليك، وزعقت له في لعبه ثانيه، او في لعبه ثانيه، او انت النهارده مش موفق، النهارده مش في حالتك، لكن مفيش نجم على طول، مش واخده كله، مش هتاخد النجوميه في كل الماتشات، والا هتبقى يعني من مش لعيب بقى، هتبقى حاجه جايه من كوكب اخر يعني. الشاهد تجربه كانت تجربه، انا بالنسبه لي يمكن عشان احنا في السنوات الاخيره ما شفناش لوائح بتتعدل، لان كان القانون 77 ما موجود معانا من زمان يعني، محنط يعني، وان كان يعني القانون برضو كان فيه حاجات كويسه برضو، لكن عصرنا الاول مره فتره تغيير لوائح او قانون جديد يتبعه تغيير لوائح، ف ما كناش جربنا ان في انديه بتغير لوائح عشان نشوف بيعملوا ايه، فبدانا نشوف في الفتره الاخيره. فبحكم المتابعه انت بتتابع سين وصاد وعين وغين وكل الحروف من الانديه، فلما يجي الاقي النادي الاهلي بيصدر لائحه، ففي الاول يصدرها في كتيب شيك قوي ويتفضل يوزعها الاعضاء، عاد يقول لك بس انا ما وصلتنيش. يا اخي انا عندي 100,000 اسره ب 3,300,000 عضو، يعني مش حاضة يعني 300,000 كتيب يعني، يعني لو ما راحتش الواحد لو ما راحتش الواحد مش مشكله، وبعدين لما بروح للعضو ما ممكن عضو مع زميله وهم قاعدين يقروها ياخدها في البيت، في النادي اللي بيدخل بياخد يعني، مش لازم تروح لك البيت يعني. عايز اقول لك ايه، بس انا ما جاتليش، هو يعني ايه المشكله انا ما جيتلكش، ممكن تروح تطلع عليها لو انت عايز. فانا طبعت اللائحه في كتيب شيك وبدات اوزعها على الناس، لو سمحتوا اقروه، ولو ليكم ملاحظه عليه احنا تحت امركم، في بريد الكتروني وفي صناديق، بل بالعكس في لجان هتجتمع ورش عمل، لو حضرتك عايز تقول رايك مباشره تعالى. بالنسبه لي تجربه جديده. انا عن نفسي اقول تجربه جديده، لاني شفت في انديه اخرى ان اللائحه تتعلق على اللوحه وانت تعالى اقراها بمعرفتك بقى، لابس نظاره ما انتش لابس نظاره، مش عارف تقف قدام الماده 50 والماده اللي انت مش عايزها شيلها من على الحيط وخلاص ومحدش شايفها، او انت واقف تقرا واحد يجي وراك وحزقك لابسك في السبوره واخبط لك، مفيش مشكله، او ست تخبط في الراجل، شفت ده وشفت الكتيب ده. طيب الحاجة التانية ان النادي الاهلي يدعو رموز المجتمع في المهن المختلفة او في يعني من كافة الاطياف، برضو جديدة، انا ايه اللي يجبرني على ان انا ادعي ادباء او فنانين او 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 كتاب او قضاء او مستشارين، ما انا عندي شوية الاعضاء الموجودين اللي يقول رأيه خلاص، او يهمني الترابيزات المؤثرة في الجزيرة في مدينة نصر المؤثرين، أيوه. نخلصهم وهم يقولوا رأيهم وناخد رأيهم والسلام عليكم انتهى وخلصت. لا بعملها بطرحها بشكل توسعي، كل الاطياف كل المهن تجتمع وتقول رأيها، لدرجة ان انا سمعت ان في اكتر من 3000 او 2000 مش عارفه شوية مقترح اتقدموا. الحاجة التانية واللي يمكن ضايقت بعض الناس قوي، يقول لك الله انتوا ازاي تدعوا رموز زملكاويه ان هم رايهم في، يا عم انت الزملكاوي ده كان في عملاء قاعدين هو الزملكاوي ده يعني دي حاجه تحسب للنادي ولا تحسب طبعا عليه؟ طبعا. وبعدين هو الزملكاوي هيحط قنبله في وسط اللائحه يعني؟ ده بيقول رايه، ممكن الناس دي هتاخد بيها ومش هتاخد، صحيح، مش هيقول لك ايه الراجل ده زملكاوي هاته، صحيح، وجاب له خد رايه، بالعكس ده رايه الموضوعي اهم عندي من راي المؤيد، ممكن الله ينور عليك طبعا يعني ممكن طبعاً. يكون مخالف المؤيد شغل. الطبيعي انه يؤيد لكن حد مختلف معايا في الراي بس عنده هذا القدر من الموضوعيه بحيث يقول لي ده صح وده صح وده صح وده غلط، راي يعتد بيه. عايز اقول لك حاجه يا ابراهيم، دي المشكله بتاعتك على فكره، انتوا في الورشه كنتوا جنب بعض. انا شرفت طبعا وجودي معاه ومعاه، احنا اللي ساعدنا بيكم جدا الحقيقه احنا عندنا مشكله
في الدوله المصر في مصر بشكل عام. اه ويمكن ده لو نلاحظ دلوقتي انه في توجه بيحصل بياخدنا ناحيتها بشكل غير مباشر او بشكل احنا ما حدش كتير ملاحظه. فكره ان احنا بنتعامل كمؤسسه مش كاشخاص. انك تبحث ان تبقى دي دوله مؤسسات مش دوله اشخاص، مش دوله ان ابراهيم منيسي هو اللي بيقدم البرنامج ده يبقى برنامج ابراهيم منيسي، او ان الاهلي يبقى محمود الخطيب وليس اكثر من هذا. فاذا مش محمود الخطيب مفيش اهلي. لا، انت بتتعامل مع مؤسسه، ده سواء في الوزارات او في المحافظات او في الهيئات لازم يبقى ده موجود، ان انت في مؤسسه بتدار بشكل تلقائي بشكل مزاجي. المشكله عندنا احنا انه زي ما قال الاستاذ محمد وانا بكمل او مش بكمل بوافقه في الراي، انه بعض الناس تعاملوا مع اللائحه باعتبار دي لائحه مجلس محمود الخطيب. لا استنى ستوب وقف، وبدا العداء معه. بالمناسبه انا عايز اقول لك على حاجه، انا ما كنتش اعرف ان في لائحه للاهلي، انما انا كنت في الفرع بتاع مدينه نصر وقاعد بعد صلاه الجمعه لقيت مجموعه بتتكلم على اللائحه ومعارضه ليها وللمجلس. ولقيت في ايديهم اللائحه. فانا قمت دورت على اللائحه في الاداره، فلقيتها كده في مدخل الباب كده النادي، لقيت في شباك كده، حتى لقيت رابطه لسه ما مش مفتوحه تفاتحها، انا واخد اللائحه وقعدت اقراها. الشاهد من ده ايه؟ ان انا عايز اقول لك انه اتيحت اللائحه لكل اعضاء النادي، كل ما يدخل باب النادي ياخدها. وانا حتى كتبت عن ده في ملح الرياضي الاسبوع ده وقلت الاهلي باهلي. لانه اللي انا شفته في اداره هذه العمليه انه الاهلي اعتمد بشكل اساسي على اعضائه مش على مجلسه. وانه كان هادف وراغب في انه اللائحه تنال رضا الجميع. طبعا في العلوم السياسيه يقول لك طالما بتعمل حاجه زي دي لا يمكن ترضي 100%، لو رضيت 100% اعرف ان مشروعك فاشل. طبعا مفيش مشروع ولا قانون ولا لائحه ولا تنظيم بيرضي 100%. انما على الاقل الاغلبيه يبقى في اتفاق على الاتفاق العام على هذه اللائحه. لما جيت الورشه قد اكون جاي متنمر عايز اشوف ايه اللي هيحصل في اللائحه وتدار ازاي، لقيت حتى انا وصفتها انه كانت اداره ديكتاتوريه اسريه. انه كان في اداره فيها نوع من الدكتاتوريه لكن الدكتاتوريه الاسريه عايزه توصل لاقرب نموذج يرضي الجميع. ولما كان قبلها كان في بعض البنود انا شخصيا كنت معترض عليها، لما جيت اتناقش وجهزها لقيت خلاص اتعدلت. قال لك خلاص اتعدلت. تمام. اذا يبقى في واحد رغبه في الاستماع للاغلبيه او للجميع، اثنين في قناعه بالاستجابه للرغبات اللي زي ما قال حتى عضو مجلس الاداره وقتها، وانا مش فاكر اسمه، انا اسف طبعا مش استاذ ابراهيم الكفراوي، لا محمد سراج، لما قال ان في اتفاق ان خمس اللي يحصل على 75% يبقى يتعدل. ده خلاص هيتعدل. فاذا ده انت مش بس بتطرح، ده انت بتطرح وانت لديك رغبه، مش مجرد انك تطرح للناس تقول لك ده احنا شاركنا، لا ده انت عايز تاخد رايهم عشان تعدل، وانت واضع كمان معايير موضوعيه للتعديل والتغيير في اللائحه. النهايه ايه؟ ان كل عضو في النادي الاهلي هذه اللائحه تهمه بشكل شخصي. لانه فيها حقوقه وفيها واجباته وفيها واصله لشطبه كمان. ايوه. وبالتالي كل واحد مشاركته في هذه اللائحه مش بس مجرد انه هو عايز يشارك، ده واجب عليه انه يشارك. لان هو اللي بيحسم امره بنفسه. ولو عنده اعتراض يقف عليها. هنا النموذج ده زي ما قال الاستاذ محمد نموذج مش متوافر في انديه كثيره جدا. في لائحات كثيره جدا، حتى في النادي الاهلي قبل كده اللوائح ما عدت واحنا ما يعني حاجات كتير جدا، لكن المره دي انا بقول ان ده بدايه تغيير حقيقي بيجرى داخل الانديه الرياضيه. بيقودوا النادي الاهلي، وهنا هرجع تاني لفكره المؤسسه. انه هنا بتدار كمؤسسه مش كمجلس، وتدار كمؤسسه مش كشخص. ايا كان اسم الشخص، ايا كان نجمه، ايا كان رمزه، حتى لو كان الكابتن صالح سليم هو الموجود، بس انت بتتعامل مع مؤسسه بترجع لاعضائها، بتسمع رايهم، بتستفيد من ارائهم. ده بالعكس، ده المجلس بيتنازل عن كتير من الحقوق بتاعته. ده انا كاتب في مقال بقول ايه؟ انه من الملاحظات ان لما كنا بنبني ملاحظات الاقي عضو المجلس بيقول لك على فكره انا معاكم في هذه الملاحظه وانا رافضها. الله، ده انت عضو مجلس. رافضها ازاي؟ أيوه. فده يديك مؤشر ان مش ده المجلس اعطى اللائحه لناس خبراء فيها، حطوا لائحه نموذجيه ونتناقش عليها ونعدل ونطور. أيوه. فانا بعتبر ان ده نموذج جيد. نموذج نبني عليه مش بس في اللائحه، احنا عايزين نبني عليه في كل ما يتعلق باي مؤسسه في الدوله المصريه، ان يكون ده نموذج للتعامل والوصول الى نتائج مرضيه في كل ما يخصها. هل ده ممكن يكون يا استاذ محمد؟ هل ممكن اعتماد هذا الزخم اللي حاصل نموذج وحاله للمجتمع الرياضي كله؟ مش شرط. مش شرط.
برضه انا متفائل اهو. ايوه وقت قرار. انا النهارده محمد غير المتفائل. ايوه لا معلش شرط الوقت مش شرط لا وبل بالعكس ممكن تكون التجربه دي تثير غضب الاخرين فانت مش هنعمل زيك مش بالضروره نعمل زيك مش خلينا واقعيين عشان ما تبقاش انت السباق وده اللي جيت وراك. هي كده سبحان الله اللي بقى الفرديه مش مؤسسيه صح سبحان الله اللي هو قال عليها ممكن تكون فرديه مش مؤسسيه. انت عملت حاجه حلوه والناس عماله تشيد بيها مش حابل زيك مع انها تجربه نجحت مش حابل زيك يا اخي انا حر. عشان كده بقول لك مش شرط ان التجربه تعم او تنتشر او تنتقل او 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 على حسب رغبه اي نادي او اي اتحاد. اذا كان عايز زي ما اتفضلت زعد وقال عايز ابقى مؤسسه ولا عايز ابقى فرد. لو عايز ابقى مؤسسه انا من غير ما انا اعمل حاجه وانا مغمض هات يا ابني تجربه النادي الاهلي واعملها او قررها او امشي عليها مش عايز خلاص دي ناس بتوع شو زي ما اتقال لي والاهلي بيعمل كده قال لك ده شو يعني شو طب وانا ايه اللي يجبرني على الشو دوت يا اخي ايه اللي يجبرني عليه سبحان الله يا عم ايه نتيجته ايه نتيجته يا هاخد ايه هاخد نجوميه طب انا نجم صحيح يعني لا معلش يعني هو الخطيب هياخد ايه بالموضوع دوت كابتن الخطيب انا اسف ان انا اقول الخطيب يعني كابتن هياخد ايه يا ابني يقول لك هياخد نجوميه يا ابني هو نجم قبل ما هيبقى رئيس نادي انا عارف يا عبد الحلال يا عم يا مولانا سيدي الحكم هو نجم مش محتاج يبقى ياخد نجوميه من رئاسه النادي الاهلي رئاسه النادي الاهلي تديله شرف لكن مش الموقف ده اللي يعمله نجم ولا ده بالعكس ده ممكن يعني يمثل ضغوطات عليه اكتر وممكن تاخد من نجوميته شويه وبتاع لان الناس هتدخله في مناطق ثانيه وهو غنى عنها يعمل لائحه وزعها على الناس وقروها ولو ليكم تعديل وعدلوا سلام عليكم انا في الساحل الشمالي عدلي ولا يا فلان لما يخلصوا من دهلي يعني انت فاهم انا فوق لما حد ده صفر لي خلصوا قولوا لي صفر لي وانا انزل لك يقول لك اصل شو ونجوميه وبتاع مش محتاج يعمل حاجه لكن هو انا بس مبدا صحيح شئنا ام ابينا بقى اختلف معاكم في حاجات كتيره مع وانا في قناه النادي الاهلي لا بجامل ولا بنافق ولو عندي حاجه غلط عقدته غلط لازم غلط. تختلف لانه مفيش عمل بشري في حاجه في النادي الاهلي في اسمها تختلف مع الاشخاص يجوا يروحوا في ريحه حتى لو حسنات مش هقول مبادئ عامه في ريحه مبادئ ما بعرفش اتخلى عنها قد يجي عليا وقت انام عنها لكن بصحى لانها ايوه يعني يجي عليا وقت اغفو عنها انام لكن أصحيح. لازم اصحى هيجي عليا يوم واصحى ان ما يصحش كده اصحى يا حاج فوق مش إيه؟ مش انت مش انت فوق وقوم اصحى عشان في مبادئ نايمه تحت السرير او تحت المخده قوم عشان عايزينها هتتاخد فالنهارده لما انا بقول لا ان الاعضاء هم اللي يحكموا الحكم للاعضاء زمان نقول ايه الحكم الديمقراطيه الشعب. يعني ايه الحكم الشعب للشعب طب ما هي دي كلمه الديمقراطيه اللي احنا بنقعد على 30 سنه ولا 50 سنه نقراها في الكتب وكتب الاشتراكيين والشيوعيين قبل الرأسماليين طب ما هي دي الحكم للشعب الحكم للاعضاء يا سيدي خاصه ان انت بتنطلق من تراث الاهلي كان عنده لائحه 1908 يعني لما تشوف الارشيف بتاع النادي عنده لائحه منضبطه جدا في فبراير 1908 يعني سنه واحده بس بعد تاسيسه هي المشكله عمل لائحه لا هي المشكله وحتى كان مسميها دستور النادي هي مش مشكلتك كده يكون عندك لائحه كل الانديه كان عندها لوائح طبعا لا انت عندك لائحه واي انديه ما عندها لوائح خاصه بيها هي زي ما بقول لك الجديد ان لائحتك انك تحترمها وهي اللي تحكمك زي ما احنا بنناقش كنت بناقش بقول لك في بنود ان الكابتن او رئيس مجلس اداره قال لك لا كفايه 8 سنين او لا بلاش او قال لا 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 والاعضاء هم اللي يقولوا لا اذا كنت انت فترة رئاستك مش عايز الحكايه ديت امشي انت بعد 8 سنين بعد 8 سنين انت مش انت واحنا حرين فيما بعد كده بالظبط يعني طب انا عايز اكتر ودي اتقالت كده وانا ايه يعني مش يعني احنا اللي نقول مش تقعد 8 تقعد 4 تقعد 12 انا اللي اقول تمشي بعد 4 سنين انت مش عايز تكمل انت حر يعني انت دورتك انت انا كجمعيه ماشيك بعد 4 سنين انت بعد 4 سنين انت مش عايز تكمل انت حر بالظبط قعدت 8 مش عايز تكمل صحيح. انت حر انا محتاجك 12 16 انا حر انا محتاجك وعشان انا كنت مثلا من الناس من زمان لما قال لك بلح لائحه الثمان سنوات انا كنت ضدها لانك انت بتعجل على رايي يا اخي انا عايز فلان انا صاحب المكان انا اللي اقول استاذ ابراهيم يقعد ولا يمشي صحيح لان انا اللي بختار صحيح انا اللي عايز اقول لحضرتك الخلاصه يعني عشان ما نطولش في النقطه ديت انها تجربه اللي عايز يحتذي بيها اهلا وسهلا مش هيخسر ولكن هيكسب هيكسب ايه؟ انك انت احترمت اعضائك بس اقل مكسب ليك انك تعرض لائحتك على الاعضاء قبلها بفتره وتسيبهم يناقشوها بحريه
وتستجيب لرغباتهم انك كسبت احترامهم حتى لو مش التاني يوم. طيب كسبت احترامهم ممكن يجوا يوم 28. انا بس عايز اقول نقطتين صغيرين في الجزئيه دي. معلش اسمح لي يعني. اتفضل. اللي بيحصل ده انه ممكن تبقى انت عامل تجربه جيده وبعض ما يرضيش يحتذي بيها هو ناتج عن ايه يا صغير؟ ناتج عن ان احنا خلطنا فيما يتعلق بالانديه الرياضيه خلطنا ما بين الدور الاجتماعي للنادي والتنافس الرياضي في منافسات مختلفه. بمعنى ان منافستي معاك في لعبه في كره قدم في طايره مش عارف ايه بتنعكس نتيجتها على دوري ودورك انت كانديه ليها دور اجتماعي في الدوله. وبالتالي حصل نوع من رغم ان الانديه يجب ان تتكامل ويجب في بينها انشطه وفي بينها علاقات اجتماعيه لان الدور الاساسي للانديه هي دور اجتماعي. خلينا نتفق على هذا. صحيح. وانه اغلبيه اعضاء الانديه كلهم هادفين الى الدور الاجتماعي نشاط اجتماعي للنشاط الاجتماعي. وبالتالي الخلط ما بين النشاط والدور الاجتماعي الحقيقي للنادي وما بين دوره في المنافسات الرياضيه اللي زي بالمناسبه ده نموذج مصري خالص موجود في حاجات كتيره. فده خلق نوع من المنافسه اللي وصلت الى حده الخلاف الشديد اللي طغى على الدور الاجتماعي للانديه. وبالتالي لو احنا بنتعامل في اطار الدور الاجتماعي اللي عمله الاهلي ده اي نادي هياخده مرتاح يطبقه كنموذج. لكن في ظل الصراع والتنافس الرياضي اللي بعضه يعني خرج عن حدود التنافس الرياضي بقواعده هو اللي يؤدي ان انا النهارده اقول لك لا ده بيعمل شوفه مش عايزه. ده رقم واحد. رقم اثنين الجزئيه اللي قالها برضو استاذ محمد وحضرتك اكدت عليها. فكره لا 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 رئيس النادي يقعد 8 سنين بس او العضو يقعد 8 سنين بس ويمشي. هو انا عايز ديمقراطيه ولا مش عايز ديمقراطيه؟ هو انا عايز اسمع للناس واخد ما الديمقراطيه معناها ايه؟ زي ما قلنا ان الناس هي اللي تحكم مش كده؟ وهي اللي تختار. وده نموذج على فكره اوسع من مما يحدث في النادي الاهلي وفي لوائح الانديه. ده نموذج حتى في العالم السياسي. ان انا عايز اقول لك ديمقراطيه بس انت تمشي بعد سنتين وديمقراطيه بس انت ما تجيش انت محجور عليك ما تدخلش السياسه لا الديمقراطيه انت عايز تسمع للناس يبقى اسمع للناس زي ما هم عايزين. اذا اغلبيه اعضاء النادي الاهلي او اغلبيه اي اعضاء في مجتمع في انتخابات سياسيه في كل حاجه قالوا راي واتفق على راي خلاص انا ملزم بيه انا كاقليه اقول شكرا انا ملزم بهذا الامر. وبالتالي فكره الديكتاتوريه الخفيه اللي البعض بيمارسها من خلال ادعاء الديمقراطيه ان احنا عايزين ديمقراطيه بس عايز ينفذ اللي في دماغه دي موجوده وبيحاولوا يفرضوها في كل حته. انما الحقيقه طالما عايز تسمع للناس سيب الناس تقول رايها وسيب الناس تختار تقعد 5 تقعد 4 تقعد 8 تقعد 12 تقعد 20 الناس هي اللي اختارتك. لما الناس مش عايزاك هتمشيك. خاصه في حاجه يا استاذ الناس بتخلط بين طبيعه الانديه الرياضيه وبين يقول لك ما هي الثمان سنين او الدورتين او المده المحدده موجوده على نطاق تاني. الفاصل او الفرق بين الاثنين النادي انت استفدت عضويته او اكتسبتها بفلوسك فانت مجلس الاداره ده عباره عن ناس انت وكلتهم لتسيير امورك لمده معينه وتحاسبهم عليها. انا بوكل هو ده ببساطه ده صحيح. فانت كنت انا بوكل حد فيما املك انا استفدت بهذا الحق بفلوسي فما تحجرش عليا فيما املك. لا انا كمان اخليه يستمر بالظبط طالما انا انا شايف انه الامين على حقوقي ده وده اللي انا اخترته في اي سكه بالظبط بالمناسبه في اي اتجاه بس اضمن لي اليه المحاسبه والتغيير والرقابه. ايوه انا معاك تمام. انما انا بقول لك طالما انا اخترت سيبني اختار ما انت قلت الاغلبيه فما تجيش تقول لي روح قول رايك بس ما تقولش كذا. لا انا هقول رايي ورايي لازم يمشي على الاقليه بالظبط. فالاغلبيه سواء اغلبيه مجتمع او اغلبيه نادي او اغلبيه حزب او اغلبيه انا طبعا مش عايز اخلط بين ده وده انما طالما الاغلبيه استقرت على راي يجب ان احنا كلنا نتعلم ده. المدرسه بتاعت الديمقراطيه واضحه الاقليه تستجيب للاغلبيه وتسير في طريقها ولما يجي لك انت دورك انك انت ممكن تحصل على الاغلبيه خلاص انت حقق صحيح. اللي انت عايزه. فيها اضافه في لا خلاص طيب يبقى ده المشهد الإعلامي بكل ما فيه من تحفظات كتيرة جدا في تفاؤل من الأستاذ أحمد أيوب على خلفية مصادر من قوانين منظمة نأمل إن شاء الله تعالى إن هي تؤتي ثمارها في ضبط إيقاع الأداء الإعلامي ويتحفظ للأستاذ محمد سيف على هذه الفوضى الغريبة جدا السائدة في المشهد الإعلامي الرياضي بالإضافة إلى هذا الاتفاق على قيمة ما يحدث في النادي الأهلي من زخم كبير جدا حول لائحة النادي الأهلي وإقبال الأعضاء بكل هذا الحماس على إعادة بعض البنود وتعديلاتها. يبقى المشهد الرياضي المشتبك، يبقى الأهلي في كوناكري ماذا ينتظر، يبقى الدور العام بكل مشاكله ومنغصاته
وأراء الأستاذ محمد سيف ورؤية الأستاذ أحمد أيوب بعد الفاصل، علما بأن مباراة الزمالك انتهت منذ لحظات بفوز الزمالك على طلائع الجيش 3-0، وكان سبقها فوز الإسماعيلي على إنبي 3-2 يعني يوم الثلاثات. بعد الفاصل الأستاذ محمد سيف والأستاذ أحمد أيوب وماذا ينتظر الأهلي في كونكري. اهلا بحضراتكم من جديد. المشهد الرياضي الحقيقه في جانب بارز منه وصول فريق النادي الاهلي الى كوناكري للقاء هوريا الغيني بكره ان شاء الله، مباراه الساعه 6 بتوقيت القاهره، وده ذهاب دور الثمانيه في اول تطبيق لدور المجموعات، انه يبقى من دور 16 وانه تبقى دور الثمانيه وقبل النهائي والنهائي بهذا الشكل بعد دور المجموعات. استاذ محمد سيف، وانت راصد جيد جدا ومتابع للشأن الافريقي تحديدا بتفاصيله وشاهد على حتى تجارب الاهلي والانديه المصريه كلها في افريقيا، فكره ان فريق مغمور بحجم هوريا الغيني يوصل لهذا الدور المتقدم شايفه ازاي؟ بصوا ما هقولك على حاجه، في كل دوريات العالم وفي كل بطولات العالم ممكن يجي لك فريق من بعيد في كل بطوله يظهر لك فجاه يعني. بس هو حتى لو ظهر بيظهر في بطوله ما بتلاقوش في الثانيه، ما بيكملش حتى على مستوى هي ومضه حلاوه روح. هتلاقي يعني في يعني مره كده تلاقي في بطوله عالم، حتى بطوله امم اوروبيه فريق جاي مش عارف من بعيد على القهوه يجمعوه ياخد بطوله وينتهت، او في بطوله دوري عام تلاقي فرقه ممكن تبتع تاخد دوري وتنتهي في اي حته، لكن هي مره ليستر سيتي ياخد الدوري الانجليزي من سنتين وبعد كده السنه بعديها تلاقي الناس عماله تشده عشان ما يقعش. ايوه يا عم الحاج انت بطل ما ينفعش كنت هنا لا خليك معانا ان انت تاخد الامم الاوروبيه تختفي بعد كده تختفي بعدها فهي ليه زي ما تقول كده يعني بالونه بتتفرقع وخلاص ومضه لان الاساس مش موجود. هي ممكن تكون ظروف مجموعه ظروف مجموعه خدمتك كده كده تبقى تاني مجموعه فتطلع توصل دور الثمانيه، ظروف المجموعه كده، ظروف ماتش معين كنت مثلا المفروض تتغلب لقيت نفسك بتتعادل او بتكسب فنطيت ده تبقى نطيت، لكن تكمل او الاقيك السنه الجايه او اللي بعدها صعب. في الفرقه دي اللي زي دي انا بعتبرها دي بتبقى يعني ايه بعكس بقى الفرق العريقه يعني مازيمبي لما تيجي تلاقي مازيمبي هتلاقي موجود مازيمبي، تلاقي الاهلي، تلاقي وفاستيف، تلاقي الزمالك. على فكره مازيمبي الناس مش واخده بالها ان ده الانجلبير، الانجلبير بتاع الاسماعيلي بتاع سنه 70 بس كان الانجلبير من زئير، فالانجلبير بقى مازيمبي وزئير بقت الكونغو الديمقراطيه، فكل حاجه اتغيرت. تغيير الاسم تغيير اسم الدوله وتغيير اسم النادي تغيير اسم النادي عشان كده في تاريخ. طبعا عشان كده برافو على حضرتك انك انت عشان الناس تقول لك ما هو مازيمبي يا عم بقى له خمس سنين بس طالع وخد خمس لا ده تاريخ، ده من الستينات وده وصل للنهائي سنه 70 مع الاسماعيلي والاسماعيلي كسب والكلام ده كله والدوله زئير دي اللي طلعتنا كاس الامم 74 صحيح، وبعدين راحت طبعا شالت 9 من يوغوسلافيا في كاس العالم لكن هم اللي خدوا مننا البطوله هنا في القاهره 74 فلا لا الدوله جديده ولا النادي جديد عشان كده تلاقيه متواجد. أيوة. تلاقي في فرق عم بتتكلم في فرق في الجزائر في المغرب القوة التقليديه تلاقيها موجوده على الساحه حتى ولو اصابها الوهم بعد الوقت لكن بترجع. ترجع تاني بعكس التانيين لا القوه دي بتبقى اللي جايه لهم دي بتبقى عباره عن فيروس وبيتم على طول حقنه وبينتهوا ده يعني ما خلصوه بياخد المضاد الحيوي ويرجع زي ما كنت يا عم الحاج تواف مكانك الطبيعي. تبقى القوى الرئيسيه في افريقيا فتره تبعد فتره بتقل بتاع لكن اسمها يفضل موجود هي فرقه قويه. فتجربه فريق الغيني ده اعتقد ان هو تجربه يعني حاجه كده وقتيه وتنتهي ومش عايز اقول ان كنت اقول لك يا عم كره القدم ما فيهاش توقعات او ما فيش حاجه اسمها سهله بس في حاجه اسمها كبير وصغير برضه. المباراه ان بره ملعب دي وبره مش عارف ايه واجواء وبتاع بس التاريخ ايه يا استاذ ابراهيم؟ والامكانيات ايه؟ والخبرات ايه؟ وعندك نوعيه اللعيبه هنا ايه ونوعيه اللعيبه ايه؟ كام لاعب بكره في النادي الاهلي موجودين في منتخب مصر او لعبوا منتخب مصر او خدوا بطولات مع الاهلي او خدوا بطولات مع منتخب مصر. تقارنهم بقى في الناحيه الثانيه هتلاقي طبت الميزان طبت جامد يعني ما طلعتش ونزلت لا طبت جامد. انا عن نفسي يعني ما اعرفش يعني مباراه بكره مش مع الناس قوي يقول لك ومباراه والصعوبه يعني نوع من انواع الشو الاعلامي ده، ده شو اعلامي يعني. لو انتوا عايزين يعني تجهيز الطبخ انتوا عايزين تجهزوا الطبخه وتحطوا لها شويه ملح وقولوا مباراه صعبه وخارج ملعبنا ويجب على الفريق انه يحذر، يحذر من ايه؟ في ايه؟ اما انا لا احذر منه، امال لما لاعب مثلا وفاء ستيف ولا لاعب بتاع احذر منه؟
لا طيب بس ما هو في رأي انك انت بتجهز فريق يكون في مناخ التركيز. انت اللاعب المصري لا. لو اشعرته باي اطمئنان يا استاذ احمد مش هتلاقيه في فرق. هتخسر من البن الاثيوبي. بص خليك الحاجه هو الاهلي طبعا البن الاثيوبي كان ليه وضع ثاني. طيب ما نتيجه نتيجه الاطمئنان. لا 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 مش الاطمئنان عشان الفريق الاساسي كان بيلعب في تونس ساعتها. طيب وانت هنا اطمنت ان انت عملت تعادل هناك 1-1 فقلت خلاص هو انت الاهلي طبعا فريق يمتلك الخبره الافريقيه بشكل كبير جدا. وبالعكس انا برى الاهلي انه لما يكون عنده ازمات في بطولات افريقيه بيعرف يتعامل معاها ربما كده. افضل من تعامله مع الازمات في الدوري المصري لانه بقى عنده قدره وعنده خبره تمكنه من ده. رقم اتنين رهبه اسم الاهلي نفسه في افريقيا بتخليه رايح عند اي مكان في اي فريق هو فايز 1-0 مبدئيا معنويا ودي احنا بنشوفها وبتبقى متابعه. فانا اعتقد انه الحاجه الثانيه كمان انه زي ما قال الاستاذ محمد لعيبة الأهلي لا ده مش لعيبة بس كمان الجهاز الفني النهاردة كارتيرون عنده خبرة أفريقية واخد البطولة مع مازيمبي وبالتالي فاهم أفريقيا كويس جدا. ما انتش جايب حد ما عندوش خبرة انت جايب حد فاهم وفاهم الجو والأرض والطبيعة والنوع التشجيع كله. فأنت رايح النهاردة بمجموعة فاهمة هي رايحة فين عارفة الهدف بتاعها قوي وعارفة أنها محتاجة ترجع بإيه ومخططين كويس. وعشان كده انا مع الاستاذ محمد طبعا المفاجآت وارده في كره القدم في النهايه دي كوره الاستثناء الاستثناء انما الخبره والامكانيات والتاريخ والرهبه والاسماء اللي موجوده لا تعطيك الاولويه والاسبقيه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا خاصه انه فريق الكيني يعني هو حتى المدرب الغيني قصدي المدرب بتاعه شايف له تصريح بيقول لك احنا حققنا الحاجه الكويسه قوي ان احنا صعدنا الدور 16 نتمنى بعد كده ان احنا نعمل حاجه لكن احنا حققنا. بص يا استاذ وليد زي ما حضرتك بتقول يعني انا معاك في فرق انت لا يوم مصر وبيقل تركيزه واستسهال المنافس وبتاع انا معاك بيحصل لكن في فرق ان انا ابقى بفكرك بحكايه ما تستسهلش وبتاع في فرق ان انا اقول لك لا انت لازم هتلعب واحنا هنكسب وهتكسب جامد كمان عشان اللي جاي اصعب ده اللي ده مرحله اعداد للي جاي الماتشين دول ده اللي بعملهم اعداد عشان دور قبل النهائي والنهائي عشان لما اطلع بقى المستوى الاعلى انا بخليك تركز بس في نفس الوقت يعني ما بخليكش احسسك انك انت رايح تلعب نهائي افريقيا يعني ده يعني انت عارف حضرتك وده زي ما احنا قلنا ان المدير الفني كاتوين عنده من الخبرات انه يعرف يبقى الامور متوازنه لا انا بحسسك ان المباراه يعني دي صعبه قوي وان طب ما يبقى فين تاريخي فين وخبراتي فين لما تحسسني المباراه صعبه خد بالك اعمل حسابك لا ما انا برضو في حاجات بنعملها بتجيب نتيجه عكسيه ما هو التركيز الاكتر من اللازم او ان انا اقول لك اعمل حساب لنفسك اكتر من اللازم اخليك تنزل بيشدك من كتر انك عامل حساب وانت بتتلخبط في الملعب صحيح لان انا انت حضرتك طبعا سافرنا مع فرق كتير قوي لكن ساعات الظروف بتخلينا نبقى بنركب مع الاتوبيس بنركب في الاتوبيس اللعيبه وهم رايحين يلعبوا المباراه ولا بتاع فتلاقي اللعيبه كلها قاعده وماسك المصحف وعامل كده ولو واحد ورا عيني ضحك مصر الناس كلها بصت له كده انت بتضحك ليه؟ انت المفروض تبقى شادد وعامل الشده بتاعت الجيش كده الناس في الصلاه الناس في الصلاه ليه في ايه؟ ده راح على ماتش طب تجيب الصوره بقى على فرقه في ماتش اوروبا كل واحد نازل اتوبيس الهيد فون ونازل يغني ونازل يرقص هي ثقافه برضه هي ثقافه ولياقه ذهنيه حلوه قوي امتى لياقه ذهنيه وعندك كمان مش هنوصل لها يعني نقفل الباب ونقعد يعني ولا لك يعني اصل اللي بينفخ في اللي بيتلسع بالشوربه بينفخ في سيد الفاضل انا لعبت لعيبه المحترفين اللي عندي زادوا واللعيبه اللي عندي حتى في النادي الاهلي او الزمالك اللي طلعوا احترفوا بره او في الاسماعيلي احترفوا بره وجم كتير فالمساله لما حافظ اقول اختلاف الثقافه يبقى مش هتغير كتير مش هتغير صح كمان اللاعب نفسه لاعب الاهلي نفسه او النوعيه ديت سواء اهلي او زمالك هو عنده من الخبره انه حتى لو نازل وهو عنده قايس المسؤوليه كويس ولو نزل كمان وهو عنده نوع من الاستهتار شويه على الفريق ولقى المباراه هتشد هيقدر يرجع عنده قدره انه يرجع بخبرته ما هي دي الخبرات بالظبط فانا مش قلقان من دي يعني بالعكس انا بس قلقان على المستوى ابعد شويه مع الاهلي مع البطولات يعني انا شايف كارترون بيعمل برؤيته البسيطه جدا انا راجل صحفي مش راجل لكن كمشاهد والاستاذ محمد بقى حضرتك تقولي لي بقى طمنوني
انه كابترون بيعمل اذا كان على نفسه مش هطمنه انت جبت غلط بيعمل الروتيشن ما بين اللاعبين بس هل الروتيشن ده هيظل جايب معاه على طول مع تلاحق المباريات دوري وبطوله افريقيه هيظل جايب معاه هل البديل ده قادر على نفس المستوى ولا هنيجي في مرحله ويحصل نوع من الهبوط المستوى المفاجئ يجي يلاقي ما عندوش القدره وما عندوش دكه الاحتياطي ده اللي انا قلقان منه على المستوى البعيد من خاصه لما تدخل فيه المباريات الاصعب سواء الدوري بشكله الاصعب لسه احنا داخلين في البدايات شداد المنافسه او لما ندخل مع الفرق الافريقيه الاكثر قوه والاكثر يعني خطوره اخشى من المستوى ان الروتيشن ما يسعفش كارترون ان لو لا قدر الله اي اصابات اي ايقاف او حاجه يكون له تاثير شديد على النادي الاهلي. بمناسبه كارترون يا استاذ محمد الرجل فيما لم يفعله احد من قبله حتى مانويل جوزيه في عز توهج الاهلي ما كسبش اربع مباريات في دوري المجموعات متصله ولا اي مدرب عملها مع اي فرقه. الرجل عمل ده مع الفريق استلمه عنده نقطه من مباراتين استلموا في المركز الرابع جابوا الاول الاول على كل المجموعات الاهلي الفريق الوحيد اللي جمع 13 بونت. انت شايف الراجل ده ازاي وبداياته؟ ده انا شايفه لما كان في وادي دجله وكلنا كل المتابعين واحنا كنا حتى ساعتها في الاستاد التحليلي بنحلل المباريات كنا بنعمل سبوت على هذا الرجل وكنا بنشيد بيه خاصه انك انت بتدرب فرقه ما كانش فيها نجوم كتير يعني مع احترامي لكل اللاعبين اللي وقتها في وادي دجله ما كانش فيه الاسماء اللي هي ممكن تلاقي اسم 2 3 لكن مش 11 او 12 يعني فالاداء بتاع وادي دجله وقتها قلنا لا في مدرب وانت حضرتك بالخبره بتفرق ان بقى في اداء كويس بتقول ده اداء وقتي او طفره جايه من لعيب في مباراه ما في وقت ما ولا في شغل مدرب بيبان بتقول لا الجمل دي لا دي شغل مدرب دي حاله ولا مستوى ده مستوى مش حاله بتاعت لاعب النهارده في لاعب ساعات بيبقى فايق في مباراه وبتاع بعد كده ما تلاقوش يختفي الموسم كله مش المباراه اللي بعدها وفي فرق بتلاقي لا ده مستوى اداء عام ويقل شويه بس في لا في ريحه فبتعرف ان الريحه دي جايه منين لا دي جايه من المطبخ ريحه الاكل بتاع ده مش شياط على فكره لا دي ريحه حلوه جايه منين جايه من المطبخ يبقى في ناس جوه بتعرف تطبخ يبقى المدرب ده فاهم يفهم ولما يروح ينتقل مع فريق المازيمبي وياخد بيه بطوله وياخد تالت عالم هتعرف برضو ان ايه ده ما كانتش مجرد حاله او صدفه مع نادي في دوري محلي ليه ظروفه معينه ما فيش جمهور وما فيش والكلام ده كله يروح مع نادي ويخش في غمار افريقيا وما ادراك ما افريقيا وياخد بطوله يبقى المدرب عنده حاجه يبقى لما يعمل دوا بقى مع منظومه كمان المنظومه كمان نقول ايه اكثر ترتيبا اكثر وضوحا اكثر رؤيه نوعيه مختلفه من اللعيبه يبقى النجاح ينسب للمنظومه بس الراجل له اسهامات ما جاتش معاه اعتباطه مش بالصدفه مش بالصدفه اجيب نقطه ابقى 13 مش بالصدفه ابقى اخر مجموعه ابقى اول مجموعه مش بالصدفه ابقى اول دوري ابقى اول دوري وانا ساعات بغيب عن اجل ماتش وارجع والكلام ده كله مع ملاحظه انك انت غابت عنك عناصر ومشيت لعيبه وفي لعيبه مستواها قل وفي لعيبه مصابه في ناس كبرت وفي ناس السن بتاعها كبر بيقول لك لو سمحت قعدني على خد بايدي يا ابني اديني العكاز عشان مش شايف ما انت بتستحمله شويه برضو لحد ما تلاقي له كرسي تقعدوا عليه كل الكلام دوت في الظروف ديت وبتحقق النتائج ديت يبقى ده شغل مدرب وما انا يمكن اقول لحضرتك يا صراحه في حكايه الروتيشن وبتاع ممكن انا بعمله بمزاجي وممكن اعمله غصب عني عشان في ناس ساعات بتعمله يقول لك شفت المدرب ده عامل روتيشن لا ده مش مزاجنا يا حاج ده غصب عنه عشان فلان مصاب بالظبط عشان فلان خلاص مستواه قل فبيضطر او نقل واحد لمركز ثاني او فضى حته لكن في فرق ان اللعيبه كلها جاهزه وانا ابدا اعمل روتيشن ادي ده فرصه والتاني والكلام ده كله انا النهارده في سل مجموعه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي مع غيابات حصلت مع تدعيمات انا شايف من وجهه نظري المتواضعه وانا بقولها النهارده في قناه النادي الاهلي ان التدعيمات لم تكن بالمستوى الذي يليق بالنادي الاهلي ده اللي عايز اوصله ايا كانت الاسباب وانا انت في كل سنه كنت بدل المركز بتبقى جايب اتنين لاعب لا بتجيب التالت كمان وفلان لا ده فلان وعلان النهارده انت حسيت ان اللي عندك يشيلوك لكن لو المدرب ده مش موجود في الظروف دي انا اعتقد كان الاهلي ممكن يعاني اكتر
واكتر واكتر، وكان ممكن ما يوصلش للمرحله دي. ده اللي انا عايز اقوله، انه انا كنت ده شغل مدرب، ده شغل يكون الاهلي محتاج في الانتقالات الشتويه لتدعيم اخر، ويكون كابتنون يعني ليه اليد العليا فيه، لانه انا شايف من اختيار الكوليبالي بصراحه يعني جاب حد لا هو مؤمن بيه، هو مؤمن بيه وايمانه طلع صح. بس كده ايمانه طلع صح، ممكن تبقى مؤمن بحاجه وتطلع يعني، لانه دربه في منتخب مالي انا تابعت، وخدوا مازيمبي ولما راح امريكا خدوا معاه. انا تابعت ما قيل عن كوليبالي بعد ما اتقال عليه انه جاي الاهلي. كان في ناس تقول لك ده يعني ضعيف، ده مش شايفين، انما انا شايف ده مش بس بيفيد في الدفاع، وغطى لك ثغره العرضيات في الاهلي، ده كمان بيجيب جوان، بيسجل اهداف، وسجل اهداف يعني حاسمه نقط فيه. فواضح ان كمان بالنظر كمان لرؤوس محمد على قدرات ومهاره، المهارات التدريبيه اللي عند الراجل ده وامكانياته، لا ده عنده كمان عين وعارف مين هيفيده في المنطقه ديت، لان بمجرد ما يجي الاهلي انا عايز فلان في المنطقه ديت هتغطي لي. واعتقد احنا السنه كان عندنا مشكله في قلب الدفاع عند النادي الاهلي، كنا كلنا بنشكو منها، رغم ان كان فيها نجوم تقال يعني، خاصه بعد ما مشي احمد حجازي. انما الراجل ده عنده امكانيات، انا شخصيا ببقى مرتاح لادائه مع الاهلي، شايف ان هو قادر يمسك الفريق كويس ومسيطر عليه، وقادر بصمته في الملعب موجوده. طبعا بتساعده المنظومه اللي ساعدت مدربين كتير جدا وصنعت نجوم كتير جدا. انما بس زي انا كنت عايز اوصل للنقطه اللي قالها الاستاذ محمد، ان في الانتقالات الشتويه انت محتاج تدعيمات بشكل اكتر وصفقات يعني تصل للمستوى بتاع الاهلي الحقيقي اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه. طيب كارترون لما يعمل كل هذه النتائج مع هذه القماشه في هذه الظروف، وتلاقي اراء محمله قوي عليه، اللي يصفه بالتايه واللي يصفه بالفاشل، واللي بيقول لك افكرك بجوزيه، واللي بيقول لك بيدمر الفريق ولازم يمشي وبيفقد الاهلي هيبته، افكرك بجوزيه، اقرا ده ازاي؟ طيب افكرك بجوزيه، جوزيه كان بياخد بطوله يقول لك، ويطلع واحد يكتب يقول لك ده اكذوبه، ده مش هو اللي عمل، وكان بيطلع في البرامج يتقال كده. انا واحد من المقتنعين جدا بجوزيه كمشاهد. تمام طبعا. انما برضو دي ترجع لحاجه تانية كمان. اولا طبعا دي وجهات نظر هنحترمها كلها، باعتبار لو هي وجهات نظر فنيه كل واحد شايف رؤيته الفنيه ازاي. لان ده دليل ان ممكن لو كارتيرون مشي وجا مدرب تاني، ممكن نص اللعيبه اللي بيلعبوا يقول لك مش هيجوا على يعني مش ماشيين معايا في خطتي. انما في جزء منها كمان فكره التشكيك اللي ناتج عن تعصب رياضي عند بعض الكتاب. ودي موجوده. تعصب ولا توجه؟ ما هو التعصب يخلق توجه. تعصب لا توجه. سيدي المذيع افصح، سيدي المذيع انا بساله. لا تعصب يخلق توجه، بمعنى ايه؟ انه انا متعصب ليك، فانا هعمل اللي انت عايز تعمله. وبالمناسبه انا لما اجي اقرا تاريخ في الانديه ومنافسات الانديه، وانتوا اقدم مني بكتير، بس اقعد اقرا كده التاريخ، بلاقي كان زمان كمان نوع من المنافسه حتى والضرب تحت الحزام، ده موجود من زمان وشغال، يمكن يتطور دلوقتي نتيجه حاجه كتير جدا، لكن ده موجود من زمان. الاهم عندي مش ان فلان يكتب عن كارتون ان هو ده هيضيع الاهلي ولا فلان لا، الاهم عندي ان هناك اداره احنا واثقين فيها، واثقه في هذا الرجل، وثقتها دائما بتاتي بنتائج كويسه. اتنين، انه نتائج الراجل بتقول كلام كويس، وأداؤه كمان، خلي بالك احنا الفترة اللي فاتت كان أداء الأهلي متذبذب بشكل طبعا كتير جدا، ما كناش بنطمن. الأهلي كان بيبقى فايز 1-0 احنا مش مطمنين. قبل كده كان مع جوزيه بيبقى فايز 1-0 مفيش الشراسة اللي كانت بالظبط، ما كانتش موجودة. أنا فاكر كويس قوي مع جوزيه كان بيصل بعض المذيعين يقول لك ده بيلعب لعب كده تجاري، يعني هو محقق الفوز والعب بقى براحتك في الملعب، لأنه كان عندك ثقة، كان عندك مجموعة لاعبين. النهاردة أنا شايف الأداء ده موجود، وفي لمحات فنيه حلوه بتظهر مع الاهلي، الكره الجماعيه بتظهر اكتر مع النادي الاهلي دلوقتي، ففي خطه، في حاجات متفق عليها بتتنفس في الملعب، فده بيطمني، وده اللي يهمني، ما يهمنيش بقى اللي يكتب عنه ولو. لا بس ما هقول لك على حاجه، هو بس في حاجات بقول لك، هو ممكن لما انا ممكن انتقد كارتون لا اشدت بيه، ممكن تلاقيني بكره بنتقده. صحيح صح. طب انا كنت قلبت عليه، هو نفس الحكايه بقى، في فرق انك انت مختلف على فلان ولا مختلف معاه؟ بالظبط. انا على هو في اداؤه في هذه المرحله ما كانش جيد، يستحق رؤيته كل ده. هنا شايف انها غلط. صحيح. هو حد النهارده مورينو، حد يختلف على ان مورينو مش نمبر 1 بتاع محمد رمضان؟ بلاش نمبر 1، انه رقم من الارقام الصحيحه في عالم التدريب، فيرست كلاس، خليها بلاش نمبر 1. بلاش نمبر 1. ومع ذلك النهارده الناس كلها بتنتقده،
وانه اداؤه مع مانشستر مش عارف ايه, وانه احتمال على فكره ان هو ممكن يكون الشهر الجاي بكتير او ممكن يمشي. ده لا يقل ان هو من هو من, لكن ممكن اجي في مرحله من المراحل يا اما الادوات مش مساعداني يا اما انا تفكيري في وقت ان يطلع غلط. ما انا بشر. ما يا استاذ ابراهيم لو اعتبرتني ان كل مقاله هكتبها او كل برنامج انت هتقدمه 10 على 10 يبقى انت مش بشر قاعد قدامي. مش بتتكلم على انسان بقى. يبقى انت مش خلقت, خلقت بين مكونك انسان, انت ملاك والملائكه لا يسكنون الارض. صحيح. خلاص ده بشر ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. يبقى ممكن بكره حطيت لك تشكيل انت مش متوقعه خالص في الساعه دي هتقول له يا عم انت بتخرف ايه اللي عملته ده. كان يكون هو عنده رؤيه واخبار. ودايما نتفق ان كره القدم ليست قاعده كيميائيه. ماشي يعني ماشي مش نظريه حسابيه. وجهات نظر طبعا دي وجهات, تبقى انها وجهات نظر. صحيح. ودليل ما يحدث في العالم نتاج كل... نتاج تحرك البشر. لا لا يعني بالزبط. انت بتفترض حاله واللعيب انت... ما اتحركش مش النهارده قعدنا تشيب بكرواتيا كرواتيا كرواتيا تيجي تلعب مع اسبانيا تشيل سته. صحيح. بنفس المجموعه كل عيله اتش والاعلام ينتقدها وينتقد اللاعبين. لا والاعلام ايه الاعلام الاسباني يشيل بمنتخب اسبانيا اشاده كبيره جدا اللي هو كان لسه من شهرين خاصه فيه من 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 شهر او من اقل من شهر. أي. هي كده الحاله. انا النهارده بنتقد او بقيم الحاله اللي انت عليها النهارده مش التوتال بتاعك. التوتال بتاعك هقيمه بس النهارده حالتك ايه, حالتك في الملعب النهارده ايه. تيجي تقول لي انت تسحبك كان في البرنامج كان بيشيد بكلوبال النهارده قال لك ده كلوبال وحش. النهارده وحش. انا عندي حجه امبارح كان كويس في الرياضه. لا ايوه بيهرب. لا انا عايز اقول يوم جاي له في الفرح بس عايز توصل للناس ان في النهارده ممكن يبقى مش يومك, ممكن تبقى مستواك النهارده مش بتاعك, اصابه مأثره عليك حاجات كتيره. ممكن يكون الكالترول, ممكن الناس اللي هاجمت كالترول او انتقدته في مباراه معينه في تشكيل معين في تغيير معين. انا في بعض المباريات انا مش هذكر اسماء لكن انا بفاجئ بتشكيله احيانا وفاجئ بتشكيله او ان هو معتمد على الاستاذ احمد في مباراه والتاء وجزء كبير منها الماتش اللي بعديه الاقيه مستبعده او حاطه على دكه المدرب. قد تكون له هو رؤيته بس انا كمشاهد متابع وعارف الناس حالتها ايه ومين اللي مصاب ومين اللي مش مصاب بندهش بقول له انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ في تاليفه هنا يعني انت النهارده بتالف. قد يكون هو فعلا بيالف عايز يجرب معانا كلام مش محمد ده حتى اجتهاده حتى اجتهاده ده محسوب بس عليك. هي المشكله في ايه بس يا عم شوف دعاتك المشكله تبقى في حاجه واحده. انا لما جيت انتقد كارتيرون انتقدته ازاي؟ كتبت ايه؟ انك راجل انك يا فلان ده انت ما عندكش فكره وانك غبي وانك 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 والعيب مش عليك والعيب على اللي جابيك والكلام ده كله. يبقى انا هنا لا زي ما احنا اتفقتوا ان انا دي توجهات. ايوه مش تعصب يعني توجهات وتوجيهات لو انت عايزها كده يعني الاثنين موجودين هي توجهات بناء على توجيهات. ايوه بس عايز اقول حاجه لكن انك انت لكن في فرق انك انت تقول لا ده راي فني ده راي بدليل انك انت هات مباراه للنادي الاهلي وهات كل نجوم النادي الاهلي الكبار وخلي كل واحد فيهم يقعد لوحده في البيت ويحللها وهات منه خلاص على فلاشه وزحها هيختلف كل واحد في سكته هيختلف وهم نجوم النادي الاهلي وعلى ذمه النادي الاهلي مش مختلفين مع الاهلي. صحيح. يعني هات الكابتن علاء ميهوب هات الكابتن ضياء السيد هات كل من هم على ذمه النادي الاهلي كل واحد له راي تاني لان تبقى وجهات نظر طبعا. حلو. لكن المشكله لما جه كابتن علاء يعبر عن وجهه نظره او كابتن فلان او كابتن يعبر عنها ازاي هنا بقى استشف انا هو بيقول راي فني ولا بيقول راي مملي عليه او املي عليه او لغرض في نفسي يعقوب ده الفرق. تبقى عندي ايوه المنظومة انا بقى اتكلم بالجزئية بتاعتي انا اللي هي مش رياضية تبقى عندي المنظومة التي اختارت ووثقت وما مشيتش وفقا للاهواء وانه دايما قاعدة ان الجمهور مش هو اللي بيختار المدير الفني ولا الجهاز الفني. الجمهور له نتائج وله حصاد في اخر السنة. المنظومة اللي اختارت وصبرت حتى على اللعيبة شفنا فلافيو قاعد قد ايه وكانش ما كانش حد طايقه حتى في اول موسم مش كده؟ ايوه وبعدين دخل الفورم. يعني بتتكلم على المنظومه منظومه النادي ولا الاشخاص اللي بيديروا لا لا منظومه النادي منظومه النادي اللي بتتيح النهارده بقى الكلام بقى يجيب سيرته. يبقى انا النهارده لا استطيع ان الوم على الكابتن على المهندس محمود طاهر مثلا لما جاب بعض نوعيه مدربين وما ادوش النتائج. لا انا ما قلتكش بس بس, بس, بس هي يعني هي انجاز التدخل هنا هو بيتكلم على المنظومه. حلو ما انا بقول عشان مش حافظ على المنظومه انت بالسياج بتاعها الطبيعي. ايوه واخد بالك ما انا النهارده قد تنجح وقد لا توصل. حلو قوي ما انا عايز بس الاساس ايه بقى؟ ها احافظ على المنظومه. حلو لا ما هي المنظومه موجوده الاشخاص هم اللي بيديروا المنظومه. لا لا يعني انا النهارده لما اجي اقول ايه؟ مين اللي اختار المدرب الفرنسي؟ هذا المجلس لجنه الكوره
انا هحافظ على المنظومه بقى. ايوه لجنه الكوره في وجود واخد بالك مجلس. انا لو المجلس دلوقتي كابتن خطيب نجم نجوم الكوره ما غيبش لجنه الكوره ما غيبهاش. ما قلتلكش ليه انت هي دي المنظومه اللي احمد بيتكلم عليها. ده اللي عايز اقول عليه. اعمل الضوابط اللي موجوده معايير وضوابط قبل وقواعد وثوابت. قبل كابتن صالح ما كانش رئيس النادي الاهلي لعيب كوره ولكن كان في سيستم في منظومه شغاله يعني ان انت بتدي العيش لخبازه تعمل سكرتير للكوره ثم لجنه الكوره تجهز الطبخه اللي انت بتتكلم عليها وتقدمها لمجلس الاداره واتحمل مسؤوليه. لو انت شلت هذه اللجنه واكتفيت بمجلس الاداره هو اللي يقرر للكوره ومفيش بيه مفيش بينه حد بتوع كوره خبراء كوره انت هنا مسيت السيستم. هنا بقى هنا الحته اللي هي المنظومه اختلفت. هنا بقى فقد يكون الناتج بتاعها مش مضمون. هنا بقى عندي ممكن يوفق نتيجه ظرف نتيجه افراد نتيجه واحد. لكنه بقاء المنظومه بثوابتها بمعاييرها بتقاليدها بقيام بكل حاجه بالظبط. رقم اثنين ان انا اتحمل القرار واتحمل مسؤوليه القرار. ثلاثه وقبل مسؤوليه القرار ثلاثه ان انا اوفر المناخ الجيد لهذا الشخص اللي انا اخترته او الجهاز اللي انا اخترته انه يؤدي بعيدا عن اي ضغوط وبالتالي ما بيبقاش داخل النهارده وهو رايح مثلا اي مباراه مش رايح مهدد انه لو اتهزم بس هقولك على حاجه. دي هقولك على حاجه بتاريخنا يعني ومتابعتنا للنادي الاهلي من يوم ما اشتغلنا في المهنه دي ما حسيتش ان في مدرب جه في النادي الاهلي وكان بيشتغل بضغط. ما انا قلتلكش لا ما قلتلكش الاهلي ما قلتلكش مجلس حالي بقول لك الاهلي كمنظومه. الاهلي المنظومه انا بتكلم كمنظومه كمنظومه انت النهارده لا ما بتكلمش عن مجلس في لا مش اقول لك عامه بنسبه 99% من خلال المتابعه اي مجلس بيوفر المناخ للمدرب حتى هو بقى هو ده سواء كان جايبه باختيار شخصي من المجلس او من او عن طريق لجنه هو ده الكوره ده في الحالتين بس المناخ بتشيل عنه كل اذا اذا المدرب ده داخل على فكره كارترون في حواره هنا في القناه قال ان انا سعيد جدا بالمناخ الاحترافي اللي انا فيه بس هو ده وده الشيء المطمئن ده لاي مصري ده اللي انا عايز اوصله عايزين نوصل للحاله الاحترافيه دي ده اللي عايز اوصله اللي تخلي واحد اوروبي يبقى معجب باحترافيتك يا استاذ ابراهيم ده اللي انا عايز اوصله لان انا عايز اقفز منه لحته ثانيه انه دي منظومه احنا كمان محتاجينها في منتخباتنا القوميه الوطنيه القوميه انك ازاي تختار ومعايير اختيارك ايه مدرب لمنتخب وازاي تتحمل مسؤوليه وازاي توفر له المناخ دي انت متفائل بيها برضه بس ما لا مش ده ملف مهم قوي لوحده لا 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 يعني مع احترام كلام سعادتك لا 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 سعادتك برضه رئيس تحرير عنده مصادر لا خالص لا خالص سعادتك برضه متفائل بالمنظومه دي موجوده في اتحاد الكوره يعني ولا بتتمنى بقول لك اتمنى تنتقل اتمنى في ازاي تختار ما الامنيه دي فيها تفاؤل برضه لا لا يا دكتور نط الصور تمام ازاي تختار ده حتى الصور مهدود دلوقتي في ممكن تعدي تمام ازاي تختار انا بتكلم عن منظومه هنا مش الاهلي كاهلي ازاي تختار وازاي تتحمل قرارك وازاي تدعم قرارك ده طالما انه صح وتوفر ليه المناخ الجيد وتقنع بيه قدر انك تقنع بيه هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه على فكره ما هو في سنه اعتقد السنه اللي فاتت او اللي قبلها الاهلي كان فيه ثلاث مدربين جم ورا بعض ولم يوفقوا ومشوا بس مشوا كلنا عندنا قناعه ان دول معنا مدرب واحد فقط اعتقد الهولندي هو اللي كان يعني راجل مارتن يول انما في النهايه انت في منظومه انت تثق في قرارها وتثق في ادارتها بغض النظر هي منظومه مين بيديرها انما دي منظومه نادي انت خلاص زي ما قلت يا استاذ محمد بقى انه حتى لو المجلس اللي موجود مش على هوايانا او مش مقتنع بيه او مش انا اسف يعني مش متفق معاه انما في منظومه اهلي مستمره تاريخها وثقتها اللي راسخه جوايا بتخلينا ابقى معتقد انه هذا الاختيار صحيح. هو ده اللي انا عايزه ينتقل لان الكره المصريه عندها مشكله انها مش عايزه تستقر. استقرارها بوجود منظومه، استقرارها انه يبقى في منظومه في كل المؤسسات الرياضيه بتاعتنا، ده اللي انا عايز اتكلم عليه. متفائل؟ لا انا مش عارف انت النهارده يعني متفائل انا انت عايز تعمل حلقه تفاؤل يعني طيب الاهلي باهله. ده ال هو بيفصح وهو بيكشف بص لا يعني عارف اهلاوي اهلاوي الناس اللي هم مش متخصصين في النقد الرياضي بيستمتعوا في كتاباتهم باعلان ميولهم ما عندوش اي محاذير ولا جمهور على الفيسبوك انا لما بفصح عن ميولي هنا طبعا انا اهلاوي طبعا انا اهلاوي طبعا الاهلي باهله دي مقاله الاستاذ احمد ايوب في ملحق المصور الرياضي الحقيقه الملحق اللي احنا في بداية الكلام قلنا يعني قد يعيد شيء للإعلام الرياضي الجاد بقى
ربنا يخليك. او ريحه الصحافه الرياضيه اللي بجد. لازم اشكر زميلي الاستاذ علاء محجوب عشان ما يضربني. طبعا والنقاد الرياضيين التحرير والمسؤول عن الملحق لانه عامل جهد عبقري هو والزملاء كلهم. ايه الاهلي باهله ملخصها ايه؟ انا كان ملخصها الجلسه اللي هو فيما يتعلق باللائحه انه انا لمست فعلا ان هناك اصرار من مجلس اداره ومن قياده الاهلي او من اداره الاهلي ان يكون الذي يدير والذي يصل باللائحه ديت هو اهل النادي الاهلي واعضائه. وبالتالي هم مش عايزين يبقى اللائحه معبره عن سين من الناس ولا معبره عن مجلس حالي او سابق او لاحق او ايا كان، انما معبره عن اهل النادي الاهلي. عشان كده انا قلت ان الاهلي باهله، ودي بقول ان دي خطوه مهمه جدا لو استمرت وامتدت الى انشطه كثيره جدا والى موضوعات وملفات كثيره جدا، دي هتبقى نقله حقيقيه مش بس في النادي الاهلي، في اللي قال عليهم الاستاذ محمد ان هم يجب ان يستفيدوا من هذه التجربه في الانديه الرياضيه، لان عندنا مشكله كبيره جدا في الانديه الرياضيه النهارده. هو الاهلي ليه ناجح وعنده قدره على الاستثمار وعنده قدره على تغطيه نفقات وعنده قدره؟ ما هو جزء منها طبيعه الاداره والمنظومه اللي شغاله. عندنا انديه تانية ممكن يبقى عندها دخل كويس واستثمار كويس، انما طبيعه الاداره والتغيرات اللي بتحصل و بتؤدي الى انه النادي نفسه ما بيعرفش يستثمر امكانياته وقدراته والامكانيات الموجوده عنده. عشان كده انا كنت مصر حتى العنوان حتى بعد زملائي انت قلت انا اصلا اقول دي انه النادي الاهلي باهله، لانه حتى اعضاء النادي الاهلي بيشعروا ان هم جوه بيتهم وعايزين يحافظوا عليه، لانه شايفين ان في منظومه بتدير وفي قيم طبعا ده انا لا انفي هذا عن بقيه الانديه، طبعا كل نادي له قيم وله له قيم يعني كل مكان يعني. وانا عضو في نادي الزمالك واشرف بهذا وعضو في انديه اخرى، انما انا بتكلم النادي الاهلي انا شايف انه في اطار كويس. طب فكرني بس عشان ابلغ عنك بكره. لا 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 هتسقط العضويه؟ عضو في نادي الزمالك وعضو في النادي الاهلي. عضو في الزمالك وعضو في النادي الاهلي. فكرني بس. وهذا شيء انا بفخر بيه. بس في الاهلي عضو منتمي وفي الزمالك عضو اجتماعي. بفخر بيه. ما احنا بنفرز الناس دي، خد بالك بس. ايوه ايه اللي بتجيبه؟ اسمك اتكتب. خلاص يا باشا. طيب احمد ايوب رايه الاهلي أهله، فلازم يكون السؤال للأستاذ محمد سيف، طب ومين هياخد الدور السنة دي؟ بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم جديد. قبل الفاصل كنت بسأل الأستاذ محمد سيف، الدوري مشتعل والسنة دي يمكن من المرات للمستويات متقاربة تقريبا، مفيش نتيجة مباراة مضمونة. بالتأكيد بالتأكيد. ويمكن طبعا انك تحكم على اي مسابقة من الاسبوع الخامس او السادس او السابع حتى طبعا صعب، يعني انت بتستنى الدور الاولاني ما بينتهي فتبدأ المسائل ايه تصف بقى شوية. بس في مؤشرات واضحة، المؤشرات ممكن تكون خادعة في بداية الموسم. لو تلاحظ في السنوات السابقة الدور الاولاني كان ساعات بينتهي وفي اندية هي متصدرة المشهد، متصدرة القمة يعني. الموسم اللي قبل فات لا الداخليه كان متصدر، المقصه كان متصدر، وفي الدور الثاني ما وجدناش الناس ديت اللي بتاخد البطوله او حتى بتنافس عليها. الداخليه والمقصه لقينا الزمالك واهلي واسماعيلي ومصري هم اللي فانا دايما بقول لا، الاسابيع الاولانيه ما بعتبرهاش، بعتبرها ايه؟ يعني بنحضر ورشه عمل، بنحضر. الدور الثاني بقى ده تنفيذ. يعني بنصور بقى. ده كلها تحضير للعمل. الدور الثاني جاهز يا شباب هنصور. ده مبدئيا السنه دي لا المساله مختلفه، لان برضو كل الانديه الى حد اقول لك بنسبه 90% حتى فريق النجوم بقى عنده لعيبه اصحاب خبرات منهم محمود فتح الله فما فيش فريق النهارده ما عندوش لعيبه على مستوى عالي، سواء كان خبره او سواء كانت عناصر بارزه او عندها الموهبه. في كل الفرق انا بقول لك حتى فرقه النجوم اللي هي صاعده او بنقول او بتقول يا هادي في دوري ممتاز ودليل نتائجهم. ايوه لما مغلوبين من المصري انت كنت 4-0 ل 4-3 وكانت ممكن تبقى 4-4 وكسبانين الزمالك وعاملين تعادل مع الاسماعيلي، ودي فرقه الناس كلها بتقول هتبقى ممكن تبقى حصلت الدوري. فادي ادي فرقه من حصلت الدوري بقت ممكن تلاقيها في مركز متقدم. فلا كله معظم الانديه عندها عناصرها دعمت كويس، ما بقاش في ماتش من النادي الاول ما تلاقي ماتش سهل. والماتش ما تلاقي ماتش سهل الفرقه ونتيجته كبيره ده ظرف في وقته في حاجه غلط. الزمالك مثلا ايه كسب الاتحاد 5 والاتحاد لا بعد كده الاتحاد بيعمل نتيجه كبيره مع الترجي بيكسب الترجي وبيتعادل مع الترجي في تونس وبيصعد في البطوله العربيه وبيقدم ماتشات مع الاسماعيلي يكسب الاسماعيلي هو لسه مغلوب 5 الجونه ف
فبتبقى الجون امبارح الجون من اول اسبوع وهو من اول اسبوع بيلعب المصري مغلوب 1-0 وهو كان بيلعب افضل. ايوه هو الافضل. والجون مع هشام زكريا ما شاء الله. يعني فانا يعني مش لاقي فريق اقدر اقول لك ايه لا ده فريق ده السنه دي تعبان قوي او اقول لك لا ده في مش حد مين اللي هينزل ده 10 مين هينزل ده في 10 فرق بعيده قوي وهنتكلم في 8 وبعدين هنفرز 4 ويبقى 4 يعني حتى الانديه اللي بتنافس على القمه النهارده اهلي وزمالك وبيراميدز واسماعيلي و بوك بقول لك بعد اسبوعين ثلاثه الدنيا هيبقى فيه توافيق وتباديل طالع نازل كراسي موسيقيه دوري صعب يعني الدوري السنه دي ما فيش حاجه عليه ايه بتاعنا لا ده محجوز لنا مفيش حاجه اسمها محجوز لحد السنه دي اللي هياخد الدوري السنه دي هيتعب وهيشقى جامد ده كده الاهلي لازم يشد حيله جامد ها ده الاهلي كده لازم يتعب هو انتوا كل مره واخدين عن كل حاجه تبقى بالسهل ولا ايه انسى عم الحاج السنه دي استاذ احمد اتفضل انا هرجع يعني صعب هرجع للاستاذ سيف في حته فنيه لانه مهم جدا نعرف رايه جمهور الاهلي كان دايما وابدا يعلق يافطه كله يعشم كله يطمع وفي الاخر الاهلي ياخدوا الدوري هل السنه دي فعلا زي ما الاستاذ سيف بيقول مش بالسهوله دي لا طبعا مش بالسهوله دي وانا اعتقد انه مش هتبقى السنه دي بس انا فاهم ان احنا دخلنا في فتره لانه اعتقد انه دوريات القوى العظمى ما بقتش موجوده يعني مبقاش في قوى عظمى من الاول كده فرض سيطرتها وهتسيطر على الدوري الفوارق قلت شويه ويمكن جزء منها حكايه ال 25 لاعب بدل 30 لاعب في القائمه كنت لسه اقول لك ان وزعت بقى في تداول للعيبه بقى في وزعت اللعيبه على الانديه وبالتالي بقت فرصه الفرق الصغيره انها تاخد لعيبه مميزين كبيره وبالتالي انا اعتقد ان احنا الفتره الجايه مش السنه دي بس لا اعتقد وده لصالح الدوري المصري بمناسبه طبعا 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 انه انت انا كمان كلاعب قاعد او كمشاهد قاعد اتفرج على فريقي اللي بشجعه سواء اهلي او اسماعيلي انا كاهلاوي بس ببقى يعني مبسوط قوي بالمباراه اللي يكون الاهلي بيبذل فيها مجهود لان بتدي له قدره يعني اراده في الابداع وانه بتحس بقيمه الفوز تمام قيمه الفوز حتى لو 1-0 حتى لو فوز اخر دقيقه بس بتحس بيه فانا اعتقد انه فكره القوى العظمى اللي بتحسم من اول لحظه ديت ما بقتش موجوده خلاص النهارده انت الدوري اعتقد انه مش هيحسب كمان قبل الدوري بسبع اسابيع او بخمس اسابيع ده اعتقد انه ده انا مع الاستاذ محمد تماما فيه انه في نديه كبيره انا تخيلت مثلا النجوم ده لطشه كده قدام الزمالك لكن جه الاسبوع اللي بعده برضه عمل مباراه كانت رائعه مع اسماعيلي تمام فريق بيراميدز مثلا بيطلع مباراه وينزل مباراه امبارح الجونه كان مسيطر لغايه اخر دقيقه وفايز 1-0 ويعني لطشه كده جت جون من اللاعب البرازيلي اللي بعتبره انه من ضمن الاضافات في الدوري المصري بصراحه يعني حد عنده مساحه حلوه فانت عندك كمان حاجه تانية الاستثمار الفلوس الموجوده في الانديه دلوقتي عندك قدره تشتري لعيبه ومحترفين النهارده اعتقد كل الانديه عندهم لعيبه محترفين كله فاصبح النهارده القوة بدأت تتقارب مش معنى تتساوي إنما تتقارب وهنا تيجي بقى فوارق المباريات ومستواك في المباراة ديت والنفس الطويل والخبرات هنا بقى النفس الطويل وخبرات حسم البطولة يعني زي ما الأستاذ محمد كنا بنلاقي المقصة مرة بتروجيت مرة سنتين ورا بعض كان بيبقى واصل بتروجيت بيعمل سنتين ثلاثة كان بيلعب الدورة الرباعية بالظبط واتحاد الشرطة اللي هو إنما فكرة إنك أنت ثلاث أربع حاجات اولا النفس الطويل اتنين توافر البديل لانه بتيجي بقى اصابات وتيجي ارهاق وتيجي معرفش ايقاف فالبديل عندك بيأثر معاك يكون عندك نفس القوة اتنين قراءة المدرب نفسه لسيناريو الدوري من البداية يعني واضح سيناريو لنفسه هو عايز ايه دي بتفرق كتير جدا وبتفرق بين مدرب محترف ومدرب داخل كده من غير دراسة ومن غير اي حاجة رقم اربعة المفاجآت بقى زي مفاجآت التحكيم اللي بتحصل زي أزمات الأندية اللي بتحصل زي عدم يعني الخلافات بتاع اللعيبة الأزمات اللي بتختلق إن اللعيب ما يلعبش عشان فلوس ده ممكن يبقى هو المؤثر في النهاية لكن كمستوى داخل الملعب لا أنا شايف إن المستوى السنة دي أنا شخصيا بقيت مستمتع كمان أشوف المباريات التانية مش أهلي بس ولا زمالك بس ولا إسماعيلي لا ده مباريات الأندية اللي في النص التاني من الجدول على فكره بتبقى مشتعله جدا وفيها منافسه شديده جدا صحيح. وفيها اداء وفيها لعيبه على فكره كويسين جدا جدا ماتش المقاولين والمقصه من الماتشات في الاسبوع ده المقاولين والمقصه الماتشات الممتعه وزي ما قلت لك امبارح ماتش مصر والنجوم ينتهي 5-3 ده مساله ففعلا المستوى متقاربه
وزي ما استاذ احمد يمكن لمس على حته كده، على حته الاستثمار، وان الانديه بدات تشتري. وفي فرق ان احنا نختلف مع شخص، وفي فرق ان احنا نختلف على التجربه. تجربه الاستثمار الرياضي في مصر تفيد ولا تضر؟ طبعا تفيد، حتى لو كانت بدون ضوابط حاكمه. هتفتح الملف ولا لا؟ هتكلم في الضوابط الحاكمه. بمعنى ايه؟ كل الناس حتى جمال علام رئيس الاتحاد السابق قالت له امبارح تصريح انه ترك اسعار اللاعبين على هذا النحو هيدمر الكوره، وانه اتحاد الكوره لازم يتدخل بتسعير. لا 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 لا، يدمر ايه؟ مفيش حاجه اسمها تسعير في الدنيا كلها. انت مش لسه بتقول لي ثقافه اللاعب وعايزين نوصل للعالميه والكلام ده كله؟ النادي الاهلي منظومته دي كلها بتسعى ان هي مجرد انها تاخد بطوله الدوري؟ لا طبعا. ولا بطوله افريقيا؟ طب ما خدتها قبل كده وخلاص وبتاع. طب ايه بقول دوت الدوري نجم الرابعه حاجه اعلى؟ ان انا ابقى مصنف عالميا من الانديه العالميه الكبيره، ابقى النادي الاهلي لما اجي اقول برشلونه وريال مدريد واليوفي ويلي وبقول في مستوى النادي الاهلي او نادي سين او صاد. ده الطموح. عشان توصل للكلام ده هتيجي تقول لي طب ما اصل اسعار بره، في حاجه اسمها اسعار؟ لا. حلو قوي. هتقول لي طب واحنا زي بره؟ ما انت يا تاخدني كل زي بره يا ما تقوليش ما تعملش زي بره. ما تجيش حته تقول لي ده بره يا اخي الملاعب، شوف الملاعب، اقول لك حلو. تيجي تقول لي بس احنا مش زي بره في كذا، يا تاخدني بره دي كلها بحزمه واحده، حزمه واحده، يا تبعدني عنها خالص وخليني في افريقيا وقاعدين يا دار ما دخلك شر. انا عايز اوصل لان ابقى زي الناس الكبيره، وابقى عايز ابقى ليا رياده كمصر وعلى مستوى كل الانديه. عندك تجربه اهي قريبه في السعوديه السنه دي تسعيرا للعقود اللاعبين؟ ماليش علاقه بالتجربه السعوديه، ماليش علاقه. هو يسعر ما هو عايز يسعر، انما احترافيا لا، هو هيسعر ما يمكن. في عنده ما في تجربه الالمانيه مثلا من غير ما تسعير، بس الانديه ما بترضاش تغالي في في في, في اسعار اللاعبين ووضع حدود كده معينه، لا انه من غير قواعد ومن غير ضوابط. انت كمان الاتحادات بتحاسب، انت بتقول عليها الاتحادات بتحاسب، سواء الاتحاد الاهلي او الاتحاد الاوروبي. انك انت الانفاق المبالغ فيه، ما فيش حاجه، لانك انا في النهايه بحاسبك انت عملت كمان كوت ولا خسرت ولا بتاع، وبخصم منك وممكن تنزل درجه ثانيه، لانك بتكون انت بتلعب. أيوة. انت ما تجيش تقول انا هاخد فلان بمليون وده ب 10 وده ب 20 واخر السنه لا خدت بطوله ولا خدت مركز ولا جبت اعلانات ولا عملت حاجه، يبقى انت جاي تضرب لي السوق. الملاك هيحاسبوك، يبقى انت جاي تضرب لي السوق. لا انا كمان الاتحاد كمان هيحاسب، الاتحاد هيحاسب، لان الاتحاد كان باريس سان جيرمان لما جاب نيمار قال خد بالك انك انت برضو في نهايه الموسم هتكون حاسب، وبدا الاتحاد الاوروبي ساعتها يسال الاتحاد الاوروبي لا واتكلموا في غسيل اموال. كان واضح يعني يبقى انت جاي تغسل اموال او جاي تعمل حاجه. اذا في ضوابط، في ضوابط حاكمه، في لازم يكون في ضوابط. لكن ما تقوليش اصل انت اقول لك ايه، اصل رفع الاسعار، لا في ضوابط وانا طالبت بكده. انا على اي اساس انت النهارده هتيجي تستثمر او هتحط فلوسك؟ ايه الضوابط اللي حطها الدوله؟ عشان زي ما بقول انا لا عايز مال يخش لي كده ولا عايز مال يخش لي كده، ايا كان اللي جاي يستثمر. ما بتكلمش عن اشخاص محددين، لازم تكون في ضوابط. لكن كون ان انا بقى برفع لك سعر معين او الكلام ده كله، ما برضو انت كمان النادي اللي انا اشتريت منه ب 30 مليون استفاد بقى. وبعد ما كل شويه يقول لك انا مش قادر اصرف المرتبات للعيبه، اللعيبه بتشتكي، انا هقفل، خلق حاله، خلق روايه يا محافظ الحقنا. كل النهارده مجالس الانديه بتاعت المحافظات بيشتكوا، بيمسكوا في محافظ عشان يدفع دعم ويدي سلفه ويعمل الكلام ده. لا انا ريحت محافظين الفلوس المحافظه تروح للاهالي، ابن مساكن، اعمل افتح مدارس، اعمل حاجه، لكن مش هصرف على نادي. اصرف على نفسك يا باشا. مش عادي تصرف، اقعد في البيت، العب مع الهواه. طيب انا النهارده لما اجي اشتري من المصري او من الاسماعيلي او من النصر لعيب ب 10 مليون ب 20 مليون، اصبحت انت النهارده تقدر تدي مرتبات لبيت اللعيبه وتحافظ عليهم، وتقدر تشتري من مكان تاني يمكن وبالعكس ده يشجعك انك انت تبدا في رعايه ناشئين اكتر، تفتح بقى عينيك انك تشتري ب 10 على فكره استثمار، ان الرياضه تبقى استثمار بجد، استثمار بجد تمام، وتبقى منظومه بتدر يعني فيها ناس فيها ربح وفيها منافسه بقى اقتصاديه ومنافسه رياضيه ومنافسه، وبالتالي انت كل مؤسسه رياضيه النهارده بتدور ازاي تنمي مواردها من جواها. في نادي يعني مثلا المقاولين العرب، انا عجبني جدا، كنت مع رئيس الشركه المقاولين بيقول لي احنا اخترنا المدرب، ما اعرفش اتغير لا، اخترنا المدرب عشان احنا اكتشفنا ان ثروته ممكن تبقى في الناشئين، نطلع ممكن بعد لا زال على النبي جاب على النبي هو كان هو مدير قطاع بالظبط، طلع من القطاع تمام، فيقدر يطلع لنا، يمكن يطلع لنا محمد صلاح تاني ولا النني تاني. ده فكره في الاستثمار فعلا تمام، عندهم خمس ناشئين بالظبط دي فكره في الاستثمار، هو عارف طريقه فين ويعرف يجيبه ازاي. ومحمد صلاح لغايه دلوقتي بيدخل دخل المقاولين العرب
بالعدد ده تمام. تيجي على الاسماعيلي عنده ثروه الاسماعيلي ده طول عمره مفرخه, فالنهارده يقدر يغطي, ورغم انه مفرخه ما فيش مره سنه عدت على الاسماعيلي من غير ما يبقى في ازمه ماليه عنده. اعتقد دي واضحه. انا هقول لك على حاجه, انا تجربه مثلا, انا من مركز مغاغه, فريق مغاغه او مركز منجم منجم, لكن صحيح. لم يستفد من لاعب من اللاعب اللي راحوا, لانه كان بيطلعوا بمبلغ زهيد, والفريق اللي بياخده سواء اسوان او غيره يبدا يبيعه, الاسماعيلي يقدر يبيعه بقى بالملايين. النهارده اشعر ان فريق زي ما ده بدا يستفيد من التجربه من خبرته. لا مش هبيع بقى دلوقتي, انا ابدا اربي ابني وابقى عارف سعره كام, ده النهارده في استثمار, ان ما خدوش النادي ده ب10 النادي التاني ياخده بمليون, فابدا استثمار. ده مش بس على مستوى الانديه الكبيره, يعني مستوى كمان الانديه الصغيره اللي تقريبا موازنتها في السنه ما بتزيدش عن 50,000 جنيه, يعني في انديه في دوري المظالم موازنتها اللي بتجيلها مش عارف 50 ولا 100,000 جنيه. ده في ناس ما عندهمش حاجه, يعني بيأجروا اتوبيس او يشوفوا حد يجيب لهم احذيه, وحد يجيب لهم الفانيلات, وحد يجيب لهم. فيعني طيب يا احمد, يعني هل من الممكن ان احنا نطمح في دوري ونظام كوره فيه كل هذه الاستثمارات شرط بدون جمهور؟ لا ما هو خلاص بهذا العدد اللي طب ما انت بتبدا لسه هقول لك بشرط ان يكون في اتحاد كوره, مش اتحاد كوره, تكون في لجنه انديه محترفين. هي فين اللجنه على فكره؟ منها سأل لحد كده في الاربيز كده كل هسألك في الاربيز بس بيقولوا لي هنروح غينيا. مش موجودين هنروح غينيا, نسأل غينيا. كريم احمد منفذ قناه الاهلي الى كوناكري, طمنا على احوال بعثه الاهلي وعلى التشكيل اللي كارتيرون ممكن يكون استقر عليه. كريم اهلا بيك. ليك طبعا استاذ ابراهيم وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان, ضيوفك الكرام. بالفعل يمكن استعدادات على قدم وساقه هنا في غينيا, ان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي. حاله التركيز كبيره جدا, كل اللعيبه ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه كعاده فريق النادي الاهلي. انت عارف طبعا استاذ ابراهيم عندنا غيابات كثيره بتضرب فريق النادي الاهلي, لكن مقولتنا المعتاده ومقوله جمهور النادي الاهلي, الاهلي بمن حضر, عندنا ثقه ان شاء الله في هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق, يكون كمان الطقس هنا, عايز اقول لك الطقس هنا متقلب بشكل كبير جدا, الامور صعبه جدا جدا هنا في غينيا. على مدار اليوم الامطار بتكون متساقطه بشكل كبير جدا. النهارده يمكن عانى فريق النادي الاهلي في التدريب الرئيسي على ملعب 28 سبتمبر, الامطار لم تتوقف نهائي بالنسبه لي طبعا. التدريب كان امر صعب وغايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي, ويمكن اكد عليه كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي ومستر باتريس, ارضيه الملعب يمكن فيها ميه كتيره جدا, الامطار يمكن ما فيش تصريف او ما فيش يمكن الملاعب ما تقدرش تستحمل بشكل عام الامطار الغديره دي. النهارده كان التدريب واضح جدا ان هيبقى فيه معاناه في الملعب 28 سبتمبر غدا بالنسبه للمباراه. الملعب مليء بالمياه, يمكن بنتمنى غدا يكون الملعب قدر ان هو ينشف شويه, لكن الملعب فيه مطبات كثيره. الشكل الظاهري بالنسبه للملعب نقدر نقول الملعب مقبول, النجيله يمكن شكلها اخضر متساويه, لكن داخل الملعب بعد ما سالنا اللعيبه بعد ادائهم للتدريب الاخير هنا على ملعب 28 سبتمبر قال لا الملعب صعب جدا, في مطبات نجيله عاليه, الميه كمان متاثر بشكل كبير جدا. لكن زي ما بنقول استاذ ابراهيم بنتمنى ان شاء الله غدا الطقس الامور تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. لو بسترجع معاك سريعا كده, اليوم النهارده اجتماع فني كان صباحا, مؤتمر صحفي حضره مستر باتريس وكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. الامور المعتاده في المؤتمر, الاسئله كلها طبعا كانت على كيف يروا طبعا الطقس, بيشوفوا الملعب ازاي, كيف يروا حريه كوناكري المنافس اللي هيكون في مواجهه النادي الاهلي. ذكر طبعا مستر باتريس امور كثيره جدا, قال وصول هذا الفريق لهذا المستوى ودور الثمانيه يدل ان هذا فريق مميز, فريق عنده طموح. كمان اكد ان الفريق بيقدر يرجع تاني للمباراه, بيدخل فيه هدف بيقدر يرجع كمان, ودي يمكن حاجه مميزه. لكن عايز اقول لك محاضرات مستمره, كان في محاضره من لحظات انتهت بقياده مستر باتريس وكابتن محمد يوسف, توضعت فيها النقاط على الحروف التكتيك. هم عندهم ازمه شويه يمكن فريق حريه كوناكري في الباك ليفت, كابتن محمد يوسف اتكلم عليها قال لابد ان احنا نستغل هذه النقطه. عندهم ثلاثه من العناصر المميزين في الامام, وشانسي وداوود دول يمكن اثنين مميزين جدا, ويمكن كان لهم تاثير في مباراه الوداد وايضا كمان كافه المباريات في البطوله الافريقيه في مشوار حريه كوناكري. لكن بقول لك هنا حاله التركيز الكبيره اللي فريضها الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله تكون منعكسه على فريق النادي الاهلي. الامور مطمنه يا استاذ ابراهيم, ان شاء الله باذن الله يكون النادي موفق ان شاء الله النادي الاهلي في هذه المباراه. لو في استفسار تحت امرك اتفضل يا فندم. كريم هل في اي ملامح للتشكيل ظهرت عندك؟ يمكن النهارده كان في ال 15 دقيقه المقرر ليها طبعا
والقنوات الفضائيه المشاركه طبعا او اللي بتحاول ان هي تغطي التدريب النهارده النهائي لفريق النادي الاهلي. كان في يمكن اخفاء كبير للتشكيل، لكن انت عارف طبعا يمكن من خلال رؤيتنا نقدر نقول ان احمد فتحي وسليف كولبالي وسعد سمير وعلي معلول في خط الظهر بجانب كمان محمد الشناوي طبعا في المنتصف هشام محمد هيكون حسام عاشور اللي بنأكد على جاهزيته بشكل كبير. مؤمن زكريا كمان هيبقى ليه دور، وليد سليمان، ناصر ماهر، وليد ازارو. نقدر نقول ان هذا القوام اللي ممكن نقول لو في تغيير هيكون في تغيير واحد او تغييرين على اضيق الحدود، لكن من خلال التدريب الاولى. لكن تدريبه اليوم كان فيها اخفاء بشكل كبير جدا لملامح التشكيل، لكن من التدريب الاول اللي كان على ملعب ترتان، هو ملعب طبعا خاص بالاتحاد الغيني، نقدر نقول ان احنا قدرنا نلبس هذا التشكيل. بنتمنى كمان ان شاء الله حتى ميعاد المباراه تكون اللعيبه باذن الله ما فيش اي حاجه تصيبهم. الجو هنا فيه تقلبات، بنتمنى ما يبقاش فيه اي اصابه او اي لعيب او اي اعياء لاي لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله يكون من نصيبنا هذه المباراه يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا كريم احمد موفد قناه الاهلي الى كوناكري. يكون الطقس أكثر استقرارا شوية وما تزيدش الأمطار عن كده. شكرا يا كريم. أستاذ محمد، طقس متقلب زي ما كريم بيقول لك، حتى الآن في مطرة شديدة، الملعب واضح فيه مية مع احتمالية أمطار أكثر. هو ربنا يستر طبعا، صعب جدا إنك أنت تطلب من لاعبتنا إن هم يقعدوا في أمطار يعني، لكن حالة هيبقى في جديد وأنت يعني نفس الظروف دوست بأدغال افريقيا ياما هي ياما من صحيح. صح صحيح. لا جديد، لا جديد يعني، لا جديد، لا جديد. طيب كنا بنتكلم في الدوري والحضور الجماهيري، انت عايز تعمل ان يكون عندك شروط. بتقول يعني ازاي اعمل الكلام ده من غير استثمار قوي ومسابقه قويه؟ قلت بشروط. انا قلت لك شروط. نمره واحد، لا يكون عندي لجنه بتدير المسابقه. المفروض ان احنا كنا شكلنا لجنه صح، وبتختفي. راحت فين؟ هو حد كان بيقول لي قبل ما اخش بيقول لي راحت في الوباء مع هنادي، بس انا مش مصدقه. لما ارجع اتاكد لان انا ما احبش اخد الاخبار الا من مصادرها. راحت في الوباء الا من هنادي؟ راحت مع هنادي في الوباء فعلا. فين اللجنه دي صحيح؟ فين لجنه الانديه وتم انتخابها ومش عارف كان بيرأسها مين وبتاع والشامي وفي الاستاذ محمود الشامي. فين اللجنه؟ في وبعدين دوري محترفين، يعني لجنه، يعني اتحاد الكوره ملوش علاقه. اللجنه دي بقى لجنه اهليه، هي اللي بتدير المسابقه، هي اللي بتقول والمسابقه تبدا يوم كذا وتنتهي يوم كذا وتتوقف يوم كذا والكلام ده ازاي تخلت عنها. واختار لجنه التحكيم والحكام واعمل لجنه المسابقات، انا اللجنه اللي بتدير. طيب الحكام، طيب هم دول مش موجودين. الحاجه الثانيه تقول للجمهور، الجمهور اعتقد انك انت بدات خطوه واحسن ما فيش. النهارده منظر خطوه مبشره كمان. يعني جمهور الاسماعيلي النهارده لحد ما في المدرجات، جمهور الزمالك قبل ما اخش شفت لك يعني حاجه لحد ما في ريحه. زي ما بقول لك ريحه جايه من المطبخ. نكمل بس نكمل ده النقطه المهمه. طبعا التحكيم، لانه النقطه الكبيره المثاره دلوقتي فكره اشراف اعضاء مجلس اداره الاتحاد او رئاستهم للجان. يعني في اعضاء كتير في الاتحاد هم نفسهم حتى مستنكفين هذا الوضع، بس انت في النهايه ازاي المجلس هيحاسب زميل؟ يعني كنت انت طبعا تاريخيا عارف ان اتحاد الكوره لما بيحصل غضب على لجنه الحكام او سوء مستوى، اول حاجه بتعملها بتغير اللجنه وبتجيب لجنه ثانيه برئيس ثاني تقول له اشتراطاتك ايه وضوابط اللي انت محتاجها ايه. انت النهارده لجنه شؤون اللاعبين يراسها عضو مجلس اداره، لجنه الحكام يراسها عضو مجلس اداره، كل منتخب عضو في المجلس مشرف عليه، وبالتالي اما بيقعدوا على الترابيزه ما حدش بيحاسب حد. شيء طبيعي. طب ما هو ما حدش قبل هنا بوريد عملها يعني. ما انت حضرتك اجبت. بس في حاجه عايز اقول لك يا صوري بعد اذنك. انا مش عايز ادور على، طبعا دي نقطه مهمه جدا لا ده هو خلط العمل الاستراتيجي بالتنفيذ هي دي المصيبه. انا معاكس، انا معاك. انا معاك، انا بقول لك ان ده خطا ويجب ان هو ياخد باله ويصلحه، انما انا بتكلم على حاجه ثانيه. فيما يتعلق بالتحكيم تحديدا او حتى اداره كره القدم بشكل عام، انا شايف ان احنا محتاجين نبقى عندنا يعني قواعد واضحه. يعني انت قلت جمله دلوقتي انا كنت بنستمتع بيها، ان كل ما يحصل خطا فتتغير لجنه التحكيم للحكام، ومسكها الكابتن محمد حسام، ومسكها ما اعرفش عصام عبد الفتاح، ومسكها ما اعرفش مين، و500 واحد وعصام صيام ما اعرفش. انما كان كل ما تحصل ازمه تغير. طب السؤال، طب ما هي الازمات مش عايزه تتوقف، ولا التغيير نفع ولا اوقف الازمات ولا طور في الاداء،
وبنسمع من كل رئيس لجنه التحكيم يجي يقول لك هطور وهحاسب وهنور وهدور وهعمل، بس في النهايه في مجلس بيحاسبه. ما كمل انا عايز اقول ايه؟ طب عملت ايه بقوه المحاسبه بالظبط؟ انا عايز اقول غيرت اشخاص. ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ ماذا ينقص التحكيم المصري عشان يتلافى هذه الكوارث؟ موضوع شديد جدا. ما بقتش انك تغير لجنه التحكيم ولا انك تحاسب، انت في حاجه في الدايره ناقصه، صح؟ انت لازم تكملها. في فيوز ضارب في في حاجه ناقصه سيدنا اكرم. تمام. اللي ناقصه ايه؟ هل انت مش مؤهل مدربين ان يبقى حكام كويس؟ هل مش مديهم الشخصيه؟ ما هي الحكم شخصيه ايا كان بياخد. هل مش موفر له الحمايه؟ الحمايه برضو. تمام. هل مش موفر له الامان كويس؟ الامان الشخصي والمعنوي والاخو. دي في حاجه مش انا اسف. منظومه التحكيم منظومه، انا برضو مصر اتكلم على فكره منظومه ممكن تتسبب في كوارث للجماهير وتبوظ لنا الدنيا مره ثانيه مخطئه. اذا هي تستحق ان احنا نقعد قاعده واضحه وموسعه نفرش قدامنا اوراق التحكيم، ايه الاخطاء اللي احنا لازم نتلافاها، ازاي نوصل لمنظومه تحكيم حقيقيه ما توقعناش في هذه الكوارث. بالمناسبه مش قصه حكم مباراه الاهلي ولا حكم مباراه الزمالك ولا نادي رئيس نادي يشتكي ولا لا لا خالص، هو منظومه بشكل كامل بما فيها علاقتهم بالاعلام، بما فيها علاقتهم بالانديه، بما فيها علاقتهم بتدريبهم فين، تاهيلهم فين، عوائدهم الماليه ايه، تفرغهم ولا مش تفرغهم، احترافهم ولا مش احترافهم، في حاجات كتير جدا. انا متفق معاك تمام. مش مجرد ان مباراه حصل فيها، لا انا عايز بس هيحصل بالظبط، هيحصل تاني وهتجيب رئيس لجنه حكام تاني وهتحصل اخطاء تانيه. لا هي لا يعني حتى لو انت عملت المنظومه صح، كون ان في حكم يخطئ مش مشكله. هي بقى تقنيه الفار زي ما بنقول، يعني ان حكم يخطئ موجوده في كل دوريات العالم طبعا. زي ما بتقول انا ايه، انا بحاول اقلل اخطاء المؤثره على الله، وعشان كده قلنا ان الاتحاد الدولي وحاجه ثانيه قبل كده ابراهيم، وحاجه ثانيه اقلل الاخطاء واعمل حاجتين، اعيد الثقه واعيد الاحترام وحاسب. ما هي ده كله برضه. ده بقى في النفس محمد ان انا افضل دايما وابدا مستسلم لمقوله ما هو الحكم بشر. طب هو مين قال لك بشر معناها انه يصفر غلط بس؟ لو قلت لك ان لما بيبقى في لجنه هي اللي بتدير، واللجنه دي هي بتاعت الانديه، ما هو انا النهارده بقت انا يا سيد الفاضل المنتج ده بتاع مين؟ مش قلنا بتاع الانديه؟ فكره زمان قلنا مين له حق للذيع والبث والمنتج، الخناقه من 2008 الخناقه بتاعتنا دي ده وخلاص. قلنا مين اللي بينتج البتاع دي؟ الانديه. فسيبنا انا ادير نفسي بنفسي. احنا مش كنا لسه بنتكلم ان في بدايه المناقشه بتاعتنا في اللائحه ان الاعضاء هم اللي بيديروا نفسهم بنفسهم، هم اللي اصحاب الحق. انا بس انا بختارك انت عشان انا مش فاضي عندي شغل، بقول لك لو سمحت خد بالك من النادي خد بالك من الحاجات اللي هي، عشان مش كلنا هنروح نقابل رئيس الجمهوريه او كلنا هنروح نقابل وزير الشباب. عملت لك توكيل، فبعمل لك توكيل روح انت بدالي، لكن انا اللي بديل، انا صاحب الشقه. صحيح. فالنهارده الانديه هي اللي بتعمل المنتج ده، فبتختار لجنه، اللجنه دي هي اللي بتدير، اللجنه دي بقى ما فيش حد هيحكمها ولا يفرض سيطرته عليها، لان احنا بينا وبين بعضينا. وما اقدرش الومها لان انا مختارها. احنا الانديه هي اللي مختاره نفسها، يعني احنا الانديه اللي 15 اجتمعنا قلنا يا استاذ ابراهيم يا استاذ احمد بينا وبين بعضينا احنا، انتوا الاربعه هتمثلونا. النهارده لما واحد فيهم هيخرج تعالى انا اللي مختارك، اقعد غيرك ينزل. وهشكل لجنه مسابقات وهشكل لجنه مسابقات ولجنه وهجيب كل ما يتعلق بالمسابقه كله بفلوسه، عشان خلينا واقعيين. رئيس الاتحاد الدولي يا اخواننا بياخد مرتب الاحترافيه، رئيس اللجنه الاولمبيه بياخد مرتب الاحترافيه، مفيش حاجه اسمها تطوع. طب عندنا عشان احاسبك عندنا ما بياخدوش. تاخد ايه استاذ ابراهيم؟ انت عارف انا في مدربين في حكام برضه، عشان ما نغلطش. لا مش على الحكام، ده انا بقول على الاتحاد. ما يا ريت ياخدوا، بس بقول لك ايه، ده احنا بنقفل البرنامج. خلينا في الحكام كمل يا باشا، احنا بنقفل البرنامج. احنا ساعدنا جدا في حكام بيروحوا يحكموا ماتشات في اسوان، كان السبب المايك اسوان. في واحد بيركب يعني الطياره وعنده قدره والمساعد بتاعه ركب القطر بتاع النوم طلع يوصل بعد الماتش، يوصل بعد الماتش. صحيح. الحمد لله على السلامه. لا انا بس محمد كلمه اخيره بس اللي بيقوله استاذ محمد ده النظام اللي احنا عايزين نوصل له، انك تبقى عندك حكم، مش حكم يخطئ فتحاسبه تقطع رقبته، ما هو هيخطئ تاني وتالت ورابع وعاشر وهتجيب غيره هيخطئ. انت المنظومه كلها عايز اعاد فيها النظر علشان توصل للمستوى اللي دي مسؤوليه هنا بريده.
مسؤوليتنا كلنا يعني بالمناسبه مسؤوليه الانديه مسؤوليتنا كلنا لا 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 مسؤوليه الانديه عليها ان تجتمع وجمعيات عموميه وعليها زكاه عايزه تسترد حقوقها تسترد حقوقها الله ينور عليك اخذ بيها بقى عشان استاذ محمد سيف سعيد لي جدا بيك النهارده ربنا يخليك انا اللي سعيد ان اكون معاكم شكرا جزيلا ليك شكرا استاذ احمد ايوب انا اللي بشكرك وبشكر استاذ محمد واتمنى اكون يعني الأهلي بأهلي كما نشكر حضراتكم على حسن المتابعة دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله تصبحوا على خير.